طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في جلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين. اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020. يشرفنا ويسعدني جدا نستضيف الدكتور الجميل والزميل الرائع دكتور سامي حسن عمر، أستاذ الجامعة وخبير اتصالات. يكلمنا عن ورشة عمل قدمها أكثر من مرة لاتحاد دولي الاتصالات وغيره، عن حوكمة الإنترنت وأفضل ممارسات إنترنت governance best practices. فدكتور سامي، تفضل، ليك الستيج. طيب، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا كثير عمر للاستضافة، وأتمنى إنه نقدر يعني نقدم سيمينار المرة دي، يعني نقدر نغطينا الجوانب بتاعت حوكمة الإنترنت من منظور عالمي، يعني العالم كيف شايف حوكمة الإنترنت، ونحاول نسقط عليها الوضع بتاعنا بتاع السودان، يعني بطريقة يعني مبسطة. ما بنقدر نبدأ طبعا بدون ما يعني نتمنى إنه ربنا يرحم ضحايا الفيضان في السودان، ويعني يسهل الناس اللي فقدوا يعني بيوتهم وفقدوا ممتلكاتهم، يعني ربنا ياخذ بعيدهم إن شاء الله. طيب، العنوان بتاع المحاضرة هو الإنترنت إيكو سيستم، هو ده أوفر فيو. في التايتل هنا مكتوب تريننج ورك شوب، باعتبار هي كانت بتقدم كتريننج عن طريق الاتحاد الدولي للاتصالات. كمقدمه كنا بنعملها في السنه اللي فاتت للموضوع بتاع الانتقال للانترنت الاي بي في 6، الاصدار السادس من بروتوكول الانترنت. فلازم كان يعني التريني ياخذ فكره عن كيف الانترنت شغاله، بعدين كيف عمليه الانتقال. هنحاول نختصر قدر الامكان. هي الورك شوب التريننج طبعا هو كان 3 ايام بالنسخه الكامله. هنحاول في الاوفر فيو دي انه نستعرض المواضيع، وهي كثيره جدا. بعد ذاك نشوف لو في انترست زياده من الناس، ممكن يعني نعملها بتفصيل اكثر وفي يعني وقت اوسع. هنا هنحاول نشوف المحددات بتاعت موضوع حوكمه دي الاربعه نقاط اللي هنناقشها، اللي هي بنبدا بالانترنت ووركينج، بدت كيف والتطور بتاع الشبكه. هنحاول نشوف برضو الموارد بتاعت الانترنت المهمه او الكريتيكال ريسورسز للانترنت، ومن هم اللاعبين الاساسيين. هنتطرق للموضوع الاساسي اللي هو الانترنت governance. ما هو الانترنت governance، وما هو الدور بتاع الانترنت governance فورم اللي هو هنعرفه خلال البرزنتيشن. في الأخير هنحاول نستعرض النظرة المستقبلية، يعني كيف شايفين مستقبل الإنترنت عشان نبدأ نخطط لهم. طيب، أنا اسمي سامح حسن عمر، زي ما قلت لكم أنا حاليا في اس تي سي السعودية في السودان. إلى الآن يعني شغال في جامعة السودان، في جامعة طبعا من غير أجل لفترة. الصوت بيختفي وبيجي كده يا سامي. طيب كده كويس، ما عارف كده احسن اقرب. اي، في لحظه كده بيخفض كده وتاني بيجي. تمام، طيب هنبدا بالانترنت ووركينج. لا كده ارجع بس التعريف بتاعك ده مهم عشان الناس يكون برضو عندهم فكره من اللي بيتكلم. تفضل. طيب، قلت الى الان حاليا في اس تي سي في الريجوليتوري ديبارتمنت. كنت في السودان في جهاز الاتصالات حاليا في جامعة الأمور، راتب من جامعة السودان. فإلى الآن أنا يعني في جامعة السودان، إلى أن ربنا يسهل لنا الرجعة. دي اللوجوز، دي معظم الجهات اللي اشتغلت فيها واشتغلت معاها في شبكة الجامعات السودانية، شبكة البحث العلمي والتعليم السودانية لفترة. الصوت ده بيختفي يا سامي. طيب، في حاجة، الصوت ده شكله بعيد أو بيتكتم كده في حتة ما. الميكروفون فيه خاصية بتاعت سنسر، يعني بيقوم بيقعد الصوت يقرب على حسب، ممكن يكون قريب من سامي شوية. كده أحسن؟ هي كده أحسن كتير. أحسن كتير. طيب، مع إنه طلعنا لكم سماعة جديدة قلنا تكون أحسن، لكن القديمة شكلها. السماعة الجديدة مبروكة، لكن شكلها ماسورة. تفضل.
طيب أسسنا فريق العمل السوداني للآي بي بي 6 في الهيئة في 2010. طبعا مجموعة من المبادرات والجهات اللي بتقدم يعني فند للريسيرش والمشاريع اللي هي الافرينك والاي تي يو والاي تان والانترنت سوسايتي، دي حنحاول نشوفه في النهاية انه الفرص المتاحة للمجتمع بتاعنا في السودان انه يقدروا يتحصلوا على منح زي دي كأفراد وكمؤسسات. اتناقشنا فيها قريب مع الدكتور نور وقلنا كويس انه نضيفها في عرض زي ده عشان الناس يكون عندها يعني تيكس من المحاضره، ويبدو بعد ذاك انه فعلا نقدمه لجهات زي دي فعلا بتدي فونس كتير. يعني انا شخصيا استفدت كثير جدا من فونس من المؤسسات دي، ويا ريت انه الناس تقدر يعني تستفيد منها. طيب هنبدا قلنا بالانترنت ووركينج النشأة والتطور للشبكه. طيب ده السؤال الاساسي، ما هو الانترنت ولا ما هي الانترنت؟ ما عرفنا هي طيبة. التعريف المبسط اللي هو network of the networks، هي شبكة الشبكات، باعتبار انه ما بتفرق نوع التوصيل وير او wireless او fiber او cable، ما بيفرق نوع الجهاز desktop laptop موبايل، ما بيفرق طريقة التوصيل كانت يعني bus topology او star او whatever. فأي جهاز موصل في شبكة هي جزء من شبكات تانية بنسميها internet. الاسم الاول اللي هو كانت انترنت ووركينج، اللي هو ده الاسم اللي اتعمل في منتصف السبعينات لما اتعمل البروتوكول اللي هو الشهير تي سي بي اي بي. بعد ذلك طبعا اختصر لانترنت، واعتقد حاليا حتى نحن ما بنقول انترنت كامل، بنقول فقط نت من كثره ما هي بقت داخله في الحياه بتاعتنا. زي ما قلنا نشات في بدايه السبعينات في اخر في ديسمبر في 69، اللي هو كانت شبكه بين ثلاثه مؤسسات هي جامعات في، كان الغرض انه يتبادلوا الابحاث بتاعتهم. بعد ذلك طبعا يعني فتره بسيطه اقل من 5 سنوات لما يتعمل التي سي بي اوفر اي بي كبروتوكول يعني كستاندر عالمي، انتشرت الشبكه يعني بومين في كل العالم في فتره وجيزه اقل من 5 سنين، كل الانترنت بدات واصله كل قارات العالم. طيب السؤال ده المفروض نجاوب عليه عشان نقدر نمشي في السيمينار اللي قدام، منو اللي بيدير الانترنت؟ واعتقد الصوره دي شهيره جدا بتاعت انه العم سام هو الماسك الكنترول وبيتحكم في كل الشبكه. الكلام ده ما صحيح، باعتبار انه الانترنت حتى لو يعني الماسك الخيوط بتاعته دي قطع الانترنت من جهه معينه، هو حيكون اوكي قطع الجهه، لكن في نفس الوقت قطع نفسه من الجهه. فما ينفع ان واحد فقط انه هو يتحكم في الانترنت. طيب لما نقول يتحكم في الانترنت هيتحكم فيها كيف؟ هل بانه فقط شت داون؟ هل انه يوجه الاراء في الانترنت لاتجاه معين؟ فالواحد عشان يقدر يتحكم في الشبكه دي المفروض يقدر يتحكم في الثلاثه نقاط المذكوره اللي هي الانترنت ريسورسز. لما نقول انترنت ريسورسز قاصدين الاسماء والارقام، ودي حنجيها بالتفصيل. المفروض برضه يقدر يتحكم في البوليسيز والسبيسيفيكيشن، في السياسات بتاعت الانترنت، مفروض يتحكم في الكونتنت. فالثلاث نقاط دي مستحيل انه شخص واحد او جهه واحده او حتى دوله واحده تقدر تتحكم في كل النقاط دي. فانه الانترنت تو بي كنترول باي سنجل بارتي، الكلام ده يعني براكتيكالي ما ممكن، حتى لو كان البارتي ده هو يعني دوله كبيره، حتى لو كانت امريكا او غيرها، ما بيقدر يتحكم في كل شبكه الانترنت. طيب دورنا بعد ذاك انه احنا نقدر نساهم في النقاط دي، نقدر نساهم في سياسات، في وضع سياسات، نقدر نساهم بمحتوى، نقدر نساهم بانه ندير الريسورسز بتاعتنا دي، بتتيح لنا استقلاليه في التعامل في شبكه الانترنت. الثلاث نقاط دي هي النقاط اللي هنتكلم عنها يعني في السلايدز الجايه، واللي هي دي بتمثل الانترنت وورك. طيب قبل ما نبدا في كويس بسيط حاب انه الناس يعني تخش وتجاوب على الاسئله، هي فقط 10 اسئله حتورينا انه مستوى معرفتنا حاليا بحوكمه الانترنت. يا ريت كل المشاركين ناخذ بريك يعني فقط 2 مينتس، ادخل على الرابط الموجود في الزوم. يا ريت يا دكتور انور برضه تنسخ الرابط على الستريم في الفيسبوك، وحناخذ فقط دقيقتين
بريك الناس تحاول. Here now في الفيسبوك. تمام. خلينا ننتظر يعني 2 minutes ونشوف النتائج بتاعت ال طبعا ما في يعني نجاح ورسوب في كويس زي دي. الحكايه كلها انه فقط عاوزين اي واحد يقيم نفسه في الموضوع بتاع انه قدر كيف عارف معلومات عن حوكمه الانترنت. هي الحكايه ما شطاره يعني ما رياضيات حساب وكده، حكايه معلومه، اما عارف المعلومه او ما عارفها، ونحاول نغطي كل المعلومات دي خلال العرض. طيب اوكي فيري جود. الان في ريسبونس واحد، معنات الناس شغاله بتكتب فيه. دكتور عمر بالله اعمل كويز ورينا جبت كم، انت الوحيد اللي عاوزين نعرف جبت كم. في جوجل ولا من غير جوجل؟ كيف في جوجل ولا من غير جوجل يعني؟ هو جوجل دوك. ايوه لا يعني نستخدم سيرش انجن جوجل في الاجابه. لا لا ما تسمع، عشان كده قلنا، عشان قلنا كده قلنا 2 minutes. Okay, good. Fair number of responses. ممكن نواصل. والناس ممكن يعني تواصل في الكويس، ما في مشكلة. تمام. طيب رجعنا للعرض. طيب هنتكلم عن المكون الأول في إدارة شبكة الإنترنت اللي هو الإنترنت كريتيكال. انت قاعد تتكلم لانه الصوت وقف. كده خلاص الصوت ده بيغيب ليش؟ ما سامع انا ما عارف. لا كنت بس فتحت هناك، فتحت المايك بتاع الفيسبوك يعني كده المفروض يكون مستقر. واضح كده يا نور؟ خلاص هاي تفضل. هاي العرض الظاهر كده. طيب انترنت كريتيكال ريسورسز والميجر بلاير في الشبكه. طيب اكيد كلنا مرت علينا الستاك اللي هو الاو اس اي ريفرنس موديل والتي سي بي اي بي موديل. اكيد اي واحد قرا حاجه لها علاقه بالتقنيه المعلومات مرت عليه الستاك دي والمقارنه بيناتهم الاثنين.
الليلة ما حنخش في تفاصيلهم، لكن عاوزين نعرف الموارد في كل واحدة من اللايرز. أكيد طبعا حنركز على اللاير بتاع التي سي بي اي بي اللي هي في الشمال، فعشان ندير الانترنت مفروض ندير الموارد والشبكة اللي هو النمبرز والنت. طيب الموارد اللي هي في الفيزيكال لاير اللي هو لاير 7 ولاير 6 اللي هو بسموهم الادرس برضه، اللي هو الفيزيكال ادرس. لو كانت النتورك بتاعتنا ايثرنت بيسموه ماك ادرس اللي هو الميديا اكسس كنترول، ده رقم فريد يعرف الثريد بتاع الشبكه، وبيحصل له اساينمنت من الاي تريبل اي. كل شركه او مصنع بياخذ النص الاول من العناوين، وبعد ذلك النص الثاني هو ده سيريال داخل الشبكه. والرقم دي او العنوان دي بيتيح التواصل في الشبكات الداخليه. المشكله فيه انه هو يعني ديبندنت على المصنع، فلو عندك نتورك فيها يعني اكثر من مصنع الرقم ده حيكون مختلف، وبعد ذلك ما حنقدر انه ندير الشبكه بكل الامكانيات الموفره. عشان كده اتعمل ادرس ثاني اللي هو في اللاير 3 اللي هو الاي بي ادرس، اللي هو عنوان منطقي لوجيكال. ممكن النتورك ادمنستريتور هو اللي بيقدر يعمل له اساينمنت، هو اللي يوزعه، هو اللي يتحكم فيه، ما مرتبط بنوع الجهاز او الشركه المصنعه للجهاز. الى الان في تو فيرجنز منه اللي هم الاكتيف فيرجن اللي هو اي بي بي 4 واي بي بي 6، وحنجيب التفصيل في سلايد جاي. طيب برضه في الترانسبورت لاير اللي هي لاير 4 في البورت نمبر اللي هو بيعرف الابلكيشن الشغال على الانترنت. وفي الابلكيشن لاير اللي هو في اليو ار ال اللي هو العنوان بتاع الموقع او الخدمه اللي انت عاوز تحصل عليها من الانترنت. واليو ار ال هو مكون من مجموعه من الكومبوننت هيهمنا كثير، اللي هو الريسورس نيم اللي هو ده بيتكون من الدومين نيم والتوب ليفل دومين. ده واحد من الموارد المهمه جدا المفروض يعني نركز في ادارته في شبكه الانترنت. في السلايد دي بيورينا الدومينز والتوب ليفل دومينز وكيف نحن يعني وكيف هي مقسمه، وبعد ذلك دورنا كيف في اداره المورد الهام دي. زي ما شفنا من السلايد اللي قبل اللي هو هنا اللي عندنا الريسورس العنوان، العنوان ده بيوصلنا لاي موقع او خدمه على شبكه الانترنت. في الجزء هنا اللي هو بسموه التوب ليفل دومين اللي هو ده الدومين الاعلى، فيه اربع انواع: الجينيريك تي ال توب ليفل دومين جي تي ال دي، الكنتري كود توب ليفل دومين، والنيو جي تي ال دي والاي دي. طيب واحد واحد، الاقدم طبعا هو الجينيريك تي ال دي واللي هي دي كم هي 7 ولا 8 7 دومينز اللي هي بتمثل دوت كوم دوت ار دوت نت دوت انت اديو جوف اند ميل ميليتري، اللي هي دي الدومينز المعروفه والمشهوره لمعظم المواقع الشغاله، هو الاقدم. بعد ذاك لقوا انه السبعه دي ما كفايه، فمفروض نعمل دومينز اكثر تخصصيه يعني، وتورينا فعلا الموقع دي يعني هدف منه، مع انه هنا كان كوميرشال، لكن طيب كوميرشال فيها مجال. اتعملت النيو جي تي ال دي واللي هي دي يعني كثيره جدا، وتقدر تحدد لنا حتى نوع الكوميرشال اكتيفيتي اللي بتعملها المؤسسه. اشهر اثنين كان فيهم ديبيت كثير اللي هو دوت اسلام ودوت كور. تبقى المشكله هنا منو اللي حيملك الدومين؟ يعني دوت كوم ودوت ايديو عارفين حيملك او يعني مشغله منه، لكن انا بتكلم دوت اسلام. منو اللي بيحق له انه يدير دوت اسلام ده، ومنو اللي بيحق له انه بعد ذلك يعمل سب دومينز منه؟ ده طبعا جدل كبير بيكون في الايكان، واحده من المؤسسات اللي هي اللي بتدير المورد ده اللي هو بتاع الدومين. طيب في اللي هو الجزء البارت بتاع الكونتري السي سي تي ال دي كونتري كود توب ليفل دومين، ودي زي دوت اس دي فور سودان، دوت اس اي للاس اي للسعوديه، يو كي اي جي اي اي للامارات، قطر كيو اي تقريبا. دي دومينز بتدير الدوله المعينه، وبتعمل سب دومينز بعد ذاك حسب الخدمات اللي شايفاها جوا الدوله. طيب في الاخير اللي هو الاي دي ان اللي هو الانترناشونالايزد دومين نيم، اللي هي دي دومين نيم ما بالحروف اللاتينيه الانجليزيه، لا بالحروف بتاعت اللغات الثانيه حول العالم، ومنها طبعا اللغه العربيه. عشان كده في دومين توب ليفل اللي هو اسمه دوت سودان، في دوت السعوديه،
في يعني دول عربيه ثانيه عندها توب ليفل دومينز ممكن باللغه العربيه، وحتى كل اليو ار ال ممكن يكون عندنا باللغه العربيه، لكن الى الان ما في انتشار واسع للحكايه بتاعت الاي دي ان خصوصا في اللغه العربيه. يمكن في لغات ثانيه انتشرت زي الصينيين والصين واليابان وكذا، لكن لسه في الدول العربيه ما في انتشار واسع. طيب الموديل البديل المورد ده اللي هو بسموه التريبل ار اللي هو ار 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 ريجسترز ريجسترانت والريجسترانت اللي هو المسجل الدومين ماركة الدومين، وبعدين الوسيط اللي هو بيديك الريسورس، والريجستري اللي هو بيسجل كل الريسورس دي. حاليا طبعا احنا في السودان عندنا جمعية الانترنت السودانية هي اللي بتدير التوب ليفل دومين بتاع السودان اللي هو دوت اس تي. نجي المورد الثاني اللي هو الاي بي ادرس، عناوين الاي بي. الدومين نيم هي معموله عشان تسهل للهيومن يوزر انه يقدر يعني يحفظ اسم موقع. انا بقدر احفظ يعني موقع google.com لكن ما بقدر احفظ عنوانه الرقمي، لكن بالنسبه للكمبيوتر ما حيقدر يفهم الحروف، او اسهل له انه يتعامل مع ارقام بدل الحروف. عشان كده الانترنت في الباك جراوند بيتعامل بالارقام دي اللي هو سموها الانترنت بروتوكول الاي بي ادريسز. الاي بي ادرس ده لازم يكون طبعا برضه يونيك فريد لكل يعني خدمه في شبكه الانترنت. عشان كده انشات منظمه او مؤسسه او هي صب من الاي كان اسمها الايانا اللي هي الانترنت اسايند نمبر اوثوريتي. دي مهمتها انه تضمن توزيع عناوين الاي بي دي للمستخدمين بتاع الانترنت حول العالم بطريقه انه تكون فريده، وبعد ذلك حسب الحوجه. يعني هي ما مورد انت بتشيله وتخزنه عندك، هو مورد انت محتاج له يحصل لك اسايمنت وتشتغل تشتغل. الايانا قسمت العالم لخمسه مناطق اللي هو شمال امريكا والامريكا اللاتينيه، افريقيا، منطقه اوروبا، والاسيا باسيفيك. في كل واحده من المناطق دي في منظمه هي مسؤوله من توزيع عناوين الانترنت داخل المنطقه. في المنطقه بتاعتنا الافرينيك ومقره في موريشس، وانشئ في 2005، وهو المسؤول من توزيع العناوين داخل القاره الافريقيه. وكل المشغلين بتاع الانترنت في السودان هم بياخذوا الرصاص المورد ديه من الموزع الافريقي طبعا حسب الحوزه. طيب الاي بي في 4 لما يتعمل في السبعينات، وطبعا ده البنت سيرف هو العمل البروتوكول اللي هو التي سي بي اوفر اي بي، وبعد ذلك طبعا هو العمل البروتوكول بتاع الاي بي ادرس في بدايه السبعينات. خدته المساحه بتاعته 32 بت، معناته بيسمح ب 4.2 بليون عنوان. في الوقت ده طبعا ما كان متوقع انه الشبكه تنتشر بالصوره دي، لانه على فكره الاساسيه كانت رقم 4 جامعات، فاكيد ما حتحتاجوا ل 4 بليون يعني 4 مليار عنوان. ما كانت يعني بتصورين انه تحصل كده، لكن حصل بعد ذلك بعد الانترنت بومينج اللي حصل انه فعلا الناس استهلكت الاي بي ريسورس ما متوفر بقى، ما موجود يعني اي بي كفايه. وفعلا من 2011 اعلنت منظمه الايانا على المستوى بتاع الايانا انه خلاص ثاني ما في اي بي ادرس من فيرجن 4 متاح عندها، حيكون الباقي الموجود عند الموزعين. وبعدك في اقل من سنه كل الموزعين في القارات الريجنال سكرناك شويه هم اعلنوا انه ما عندهم موارد، ما عدا القاره الافريقيه كان عندها موارد طبعا لانه لسه الاستخدام يعني ما كثير خالص، لكن خلاص يعني بنهايه السنه دي كل الموارد اللي عندنا في افريقيا حاليا يمكن في اقل من مليار عنوان، وبنهايه السنه دي كل العناوين من اي بي 4 غالبا تنتهي. وحنخش في الاريا الجديده اللي هو بنتكلم عن الاي بي في 6. الاي بي في 6 الفكره الاساسيه انه الاي بي 4 انتهى، فزادوا العناوين بدل 32 بقت 128 بت. ده الهدف الاساسي من انه يتعمل بروتوكول جديد سموه اي بي في 6 الفيرجن السادسه من البروتوكول. طبعا من الاول كان في في 1 في 2 في 3 لكن ما كلها استخدمت او استخدمت لفتره معينه، لكن الاي بي 4 هو استخدم لفتره طويله 20 سنه قبل ما يتعمل الاي بي في 6 في نهايه التسعينات تقريبا في 98 وجيز الار اف سي بتاع الاي بي في 6. الهدف الاساسي انه زياده مساحه العنوان المتاحه عشان نقدر نوفر خدمه افضل لمستخدمي الانترنت حول العالم. طيب مع الحاجه الاساسيه لقوا الناس انه الاي بي 4 لما يتعمل ما كان في اي خبره في شبكه الانترنت. خبرتنا في الانترنت في بدايه السبعينات كانت زيرو، او خبره العالم كانت زيرو، ما عارفين يعني شنو الانترنت، ما عارفين الخدمات اللي حتتعمل، ما كان في ايميل في الوقت ذاك، ما كان في ويب سايت بالمفهوم الحالي ده، ما كان في خدمات، ما كان في فيديو ستريمينج، ما كان في واحد متوقع عن طريق الشبكه دي
نحن يعني نعمل محاضرات كل واحد قاعد في دوله. لكن في 98 لما يتعمل الاي بي في 6 لقوا انه في حاجات عملناها بطريقه غير صحيحه في الاي بي في 4 ممكن نحسنها هنا في الاي بي في 6. حاولت انه اشملها في السلايد دي. اول حاجه الاي بي في 6 لانه طويل جدا 128 بت، فكيف حنقدر نتذكره؟ الاي بي 4 ممكن نتذكره 192 260 01، الاي بي 6 مستحيل تتذكر 128 بت فطويل جدا. لكن اتعملت السبيشال اي بي في 6 ادرس بحيث انه تقدر تتعامل معها بطريقه افضل. يعني مثلا اللوب باك ادرس في الاي بي 4 اللي هو مشهور جدا بنعمل له تيستنج في اي نتورك اللي هو ال 127.0.1. في الاي بي 6 هو فقط كولون كولون واحد، يعني ثلاثه حروف من الكيبورد هي بتديك نفس التعبير بتاع يمكن ديل كم سته حروف الكيبورد كانت في الاي بي بي 4. معناتها الاي بي بي 6 هو اطول لكن التعامل معه حيكون يعني بطريقه يعني اسهل. بنتكلم عن برضو حالات الاي بي بي 6 لما يحصل له اساينمنت لحد ما انت يعني تنتهي من الخدمه. في الاي بي 4 كان بس في حالتين، اما الاي بي بي 4 فيه خدمه او ما فيه خدمه، ودي كانت عم بتعمل مشاكل كثيره جدا لو انت كنت شغال في حاجه مده طويله يعني بتعمل داونلود في 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 اي فايل كبير وحصل انتربت للكونكشن بتاعك، هتضطر تبدا الداونلود من الاول او تكون مستخدم ابلكيشن في لاير اعلى اللي هي لاير 7 انه يقدر يتحكم لك في الداونلود. في الاي بي 6 ما بيحصل كده. في الاي بي 6 في حالات حتى لو حصل انتربت للكونكشن بيقدر بعد ذاك يسترجع السيشن من اللحظه اللي وقفت فيها. برضه الموضوع بتاع السبنتنج في الاي بي 4 كان فيه شويه صعوبه باعتبار انه الاي بي 4 كنا بنحول من باينري لديسيمال، هنا التحويل من باينري لهكسا ديسيمال. بعد ذاك كيف بنقدر نعمل اساينمنت للاي بي 6؟ في خمسه طرق. في الاي بي 4 كان في طريقتين بس، اما مانوال او دي اتش تي بي. في الاي بي 6 عندنا خمسه طرق ممكن نعمل بها اساينمنت للاي بي في 6. دي كلها مميزات في الفي 6. هل في اي دروباكس؟ هل في اي كونس في الاي بي في 6؟ اكيد في، ما في حاجه بيرفكت. انا المشكله الاساسيه في الفي 6 انه ما كومباتبل مع الاي بي في 4، والانكومباتبلتي جايه من انه اول جزء في الاي بي اللي هو الفيرجن. يعني لو جان اي راوتر او جهاز ولقى انه هو كان سبورت لاي بي في 4 وجات الفيرجن هنا ما مكتوب فيها 4 حيعمل ديسكارد للهيدر وبالتالي ديسكارد لكل البيلود الجاي بعده. فالاي بي 6 ديفايسز ما بتفهم الاي بي 4 ديفايسز، والعكس الاي بي 4 ديفايسز ما بتفهم الاي بي 6 باكيت، عشان كده ما في لا فورورد ولا باكورد كومباتيبلتي. عشان كده احنا محتاجين لناس او اجهزه بالنص عشان تقدر تترجم بين الاثنين، وعشان كده جات انه محتاجين لفتره عشان نقدر ننتقل من اي بي في 4 لاي بي في 6. ده الوضع الحالي في الموضوع بتاع العناوين والموضوع بتاع الاسماء. ذكرنا انه اي بي في 6 هو اوجيز في 98. يعني شنو اوجيز؟ يعني اتكتبت له سموها ار اف سي، طبعا ده اسم يعني قديم جدا اللي هو ريكوست فور كومنت. كان طبعا الانترنت بتمنى كده يعني بوتوم يعني ابل انه بيكون فيه مقترح، بعد كده المقترح ده بيناقش ولحد ما يعني يحصل موافقه من معظم الناس يسموها كونسنسس على موضوع معين، بعد ذاك ينشر ويبقى ستاندر بيستخدموه بعدين يستخدموه يعني مستخدمين الانترنت. فهذا واحد من الامثله هو ار اف سي بتاع الاي بي في 6 واوجيز في ديسمبر في 98. المؤسسه المسؤوله من الاجازه دي اللي هي الاي اي تي اف اللي هو الانترنت انجينيرنج تاسك فورس، وهي انترناشونال اوبن كل الكلام المكتوب. بعد ذاك عندهم 3 ميتنجز بيعملوها خلال السنه، واحده من اللجان المهمه اللي فيه اللي هو الانترنت اركتشر بورد اللي هو الاياب اللي هو ده ممكن نسميه الانترنت بورد اللي هو ده في النهايه بيقيس كل الار اف سي اللي بتطلع من الـ من الـ من الكوميونتي من البطل. طيب واحده من المؤسسات المهمه برضو اللي هو الاتحاد الدولي للاتصالات، ومعلش دي صوره قديمه للتشيرز الناس اللي من الاي تي يو ما يعني زعلوا مننا، دي الناس اللي انا كنت بعرفهم طبعا في الوقت ذاك، لكن طبعا بعد ذاك اتعمل اجتماع وتغيرت لانه هي بالانتخاب.
الاي كيو المهمه بتاعته طبعا انه في الستاندرز للتليكوم ديفايسز اللي هو بتسمح لنا انه ننقل الانترنت ترافيك. واحد من السيكتور المهم جدا اللي هو الستاندرزايزيشن اللي هو الدي اس بي اللي هو ده المسؤول انه يعني يوضع ستاندرد للتليكوم ديفايسز عشان نقدر نتبادل بها البيانات دي. ونخط في بالنا انه ما كل الاجهزه مصنعه في نفس الدوله ما بنفس المفهوم ما من نفس الشركات، لكن بعدك نحتاج الستاندرد عشان نقدر يعني نوصل شبكه اجهزه او شبكات ما من نفس البروتوكولز. طبعا الراديو بيرو اللي هو الراديو اوفيس في الاي تي يو انه الاجهزه اللي لها علاقه بالفريكونسي وكده، والديفلوبمنت اللي هو البي دي تي اللي هو ده اللي بيضمن بعد ذاك انه انتشار خدمات الاي سي تي. وفي مشاريع كثيره بيتعاونوا بها دول العالم انه تنشر الاستخدام التكنولوجيا في معظم المجالات الثانيه في الزراعه في الصحه في كده. وفي مشاريع كثيره اتعملت في السودان في مجال الكاباسيتي بيلدينج وفي مجال دعم المشاريع الثانيه. طيب افضل مكان عشان نقدر نلقى معلومات للمؤسسات دي الموقع الالكتروني بتاع المنظمه، يعني الموقع الالكتروني بتاع الاي تي يو حتلقى فيه اي حاجه عن الاي تي يو، برضه الموقع الالكتروني بتاع الاي تي اف حتلقى فيه اي حاجه عن الاي تي. طيب كده نكون خلصنا الجزء الثاني اللي هو تكلمنا عن الانترنت كريتيكال ريسورسز ومن هم اللاعبين الاساسيين الاي تي اف الاي كان الايانا والاي تي يو. طبعا في اذرز في كتار جدا هم لاعبين اساسيين برضه هم اللي نقول ما اساسيين في الموضوع بتاع الانترنت، لكن هي نظره عامه عن يعني اهم اللاعبين. طيب في حاجه عمر ونواصل؟ لا واصل، هو في اسئله لكن بعدين في النهايه ممكن نطرحها كلها. طيب اوكي ايوه فيري جود، خلي الاسئله تكون كلها في حيتكلم عن الانترنت جوفرنس تعريفه وليه نحن محتاجين له وما هو دور الانترنت جوفرنس. طيب بكل المؤسسات دي وبكل البروتوكولز وبكل الحياة الكويسه المعموله في الانترنت، الانترنت ما مدينه فاضله ما يوتوبيا، في حياة كثيره معموله في الانترنت بشكل يمكن نكون من وجهه نظرنا نحن ما صحيحه، لكن من وجهه نظر ثانيه هم اللي اخترعوا الشبكه هم المفروض يكونوا المستفيدين الاكبر منها. زي ما لاحظين هنا الروت سيرفر في الخريطه دي، الروت سيرفر دي اللي هي الروت اللي بتدير التوب ليفل دومين، معظمها موجوده في 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 امريكا. هم في 13 روت، 9 منهم في امريكا، في 2 او 3 في اوروبا، وفي واحد في المنطقه بتاعت اسيا. في افريقيا ما عندنا روت سيرفر، فالتوزيع ده توزيع غير عادل احنا بنشوفه، مع انه بعد ذاك اتعملت ميرور واتخطت في دول ثانيه منها عندنا في السودان اعتقد ميرور موجود في المركز القومي للمعلومات، لكن ستيل الروتس الاساسيه كلها موجوده في امريكا. التوزيع هنا ما توزيع حتى التوزيع بتاع الاي بي ادريسز، وقلنا انه التوزيع بيكون حسب الحاجه حسب الحوجه، ما بدوك له عشان تخزنه بدوك له عشان تستخدمه. لو لاحظنا في الخريطه دي البار الاحمر دي بيورينا عدد السكان والبار الاخضر بيورينا عدد الاي بي ادريسز، وعاوزين نعمل مقارنه بس بين اثنين، بين ارن اللي هو في امريكا الشماليه امريكا وكندا، وبين اسيا باسيفيك اللي هي باللون الاصفر. اسيا باسيفيك فيها 56% من سكان العالم، يعني اكثر من نص العالم ساكن في المنطقه بتاعت اسيا والباسيفيك دي، وعندهم اقل من ربع الاي بي ادريسز فيرجن 4 طبعا بنتكلم اللي هو 23%. بالمقابل في امريكا الشماليه 5% فقط من سكان العالم، لكن عندهم نص الاي بي ريسورسز الموجوده او المتاحه من الاي بي في 4، يعني نص الريسورسز عندهم ونص الباقي عند بقيه دول العالم، وما كله مستغل ما كله مستخدم، يعني في جزء كبير منه قاعد اي دي ما مستخدم. فهنا كانه في يعني كل مواطن في المنطقه بتاعت شمال امريكا الشماليه امريكا وكذا، كل مواطن عنده 5 ادريسز، بالمقابل كل 5 مواطنين في اسيا باسيفيك عندهم ادريس واحد. الفرق كبير. في افريقيا تقريبا عندنا 14% من سكان العالم وفقط 3% من الاي بي في 4 بمعدل اي بي واحد لكل 10 مواطنين في القاره الافريقيه. الكلام ده ما كفايه باعتبار ان احنا خاشين في مرحله بتاعت اي او تي وكده. في 2012 كانوا بيتكلموا انه كل شخص يعني حوله 3 اجهزه موصله مع الانترنت، يعني الموبايل واللابتوب والديسكتوب.
بيتكلموا كان في انه في 25 حيكون عندك 7 اجهزه موصله للانترنت، الويربل ديفايسز والحاجات الاي تي الباقيه، حتى في الكونكت كارز وكده. فلو انت محتاج لسبعه ديفايسز معناته انت محتاج لسبعه اي بي ادريسز. طيب في افريقيا ما عندنا الكلام ده، عندنا كله 10 افارقه عندهم اي بي واحد، فاكيد الخدمه ما حتكون بنفس الجوده وبنفس القيمه حتى اللي هي متوفره للمواطنين في مناطق ثانيه من دول العالم. فالتوزيع بتاع الاي بي ادريس اتصاد فعلا. طيب دي هي برضه خريطه فيري فاني، واضح طبعا ان الخريطه دي فيها حاجه غلط، صحيح كده؟ هل الخريطه دي طبيعيه ولا فيها حاجه غلط؟ الخريطه دي الحاجه الملاحظه فيها انه في النص فيها امريكا الشماليه طبعا وامريكا الجنوبيه لانه معاها في نفس الخط الطول. معظم الخرائط بتاعت العالم تلقى ان العالم القديم هو في السنتر وبعدين اسيا باليمين وامريكا بالشمال، لكن الخريطه بتاعت الانترنت ترافيك ماشيه لوين واضح جدا انه من كل العالم دي الاي بي ترافيك ماشيه لامريكا. حتى لو كانت الخدمه قريبه لك جدا، يعني حتى لو عندنا نحن خدمه جوه السودان، والكلام ده كان لوقت قريب جدا، لو عندنا خدمه جوه السودان يعني ايميل بتاع اي جامعه او اي جهه، فانا لو عاوز اخش على الايميل ده من بيتنا فالترافيك دي بتمشي عن طريق الفايبر كيبلز دي في البحر وتطلع جبال وممكن تمشي ستلايت تمشي لسيرفر في امريكا عشان السيرفر ده يعمل لها روتين ثاني لنفس الدوله او ممكن تكون نفس المنطقه او نفس البيت بتاعك. يعني انت من موبايلك للابطبك الترافيك دي هتمشي هناك وتجي راجع. الكلام ده كان طبعا شغال لحد يعني وقت قريب وما عندنا بس طبعا في كل دول العالم حكايه الترافيك كلها سنترلايز في مكان واحد. وكان انه منو اللي حيبني الكونكشن، يعني منو اللي حيدفع ثمن الفايبر ومنو اللي حيدفع ثمن الساتلايت لينك؟ انا يعني انا حدفع ثمن الفايبر والكونكشن لحد امريكا هناك وطبعا حستفيد من الكلام ده، لكن بالمقابل في هناك ناس مستخدمين الانترنت حيستخدموا الفايبر ده عشان يستخدموا خدمات قاعده عندي ايميل او ويب سايت او معلومات او اخبار وكذا مخزنه عندي وما حيكونوا دفعوا. يعني قولوش كانه يعني انت وجارك في بيناتكم حيطه، الحيطه دي انت بنيتها كلها لكن استفاد منه، استفدت انت سترت بيتك واستفاد برضه جارك. فكل النتورك دي هي ماشيه لامريكا لكن كلها نحن دفعناها عشان تصل لامريكا. المفهوم ده تغير بـ 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 بالانترنت اكستشينج بوينت او محولات الانترنت. دي محولات ترافيك بتتعامل في لوكال كوميونتي كدولة أو إقليم أو حتى مدينة في بعض النماذج، إنه الترافيك دي ما تطلع برا الإقليم دي، الترافيك الأصلاً هي جوا الإقليم ما تطلع برا الإقليم، تكون موجودة مع في نفس الكوميونتي، الوصول لها يكون يعني أسهل وبيكون أرخص وبيكون بجودة يعني أعلى وبنضمن ريلابيليتي. يعني وشفنا نحن الأمثلة بتاعتنا بتاعت قطع الإنترنت في السودان والأسباب كانت إنه ما عاوزين سيرفيس من برا زي الفيسبوك مثلاً واليوتيوب وكده. لكن طيب الخدمات اللي جوا السودان وقفت اللي هي البنوك والخدمات بتاعت التكاسي دي الترحال وغيرها، فكلها خدمات وقفت. ليه تقيف؟ لانه كل الترافيك بتاعتنا كانت تطلع برا وبعدك يعني تجي راجعه للدوله او لاسباب ثانيه طبعا يعني كثيره من الطريقه اللي هو وصل بها الانترنت كان في الوقت ده. فنحن في السودان عندنا انترنت اكستشينج بوينت هو اب اند رن من 2011 وفيه ترافيك يعني بقدر المعقول، لكن لسه محتاجين يعني نشتغل عليه عشان بعدك ناخذ كل البنفيتس الممكن نلقاها من يعني مورد زي دي موجود داخل البلد بتاعنا. طيب نجي ل وات از اي جي، ما هو الاي جي؟ وبعدك نجي للاي جي اف الديفينيشن. في الاخير طبعا في احداث كثيره تاريخيه حصلت ممكن الناس يعني تقراها في السلايد او من الموقع بتاع الويسس، لكن هنا عاوزين بس نشوف التعريف بتاع الانترنت ونجي نسقط التعريف على كل الحاجات اللي قلناها. طيب انترنت جوفرنس كان از ديفلوبمنت از ذا ديفلوبمنت اند ابلكيشن باي جوفرمنت ذا برايفت سيكتور سيفل سوسايتي اند ذير ان ذير ريسبكتيف رولز اوف شيرنج برينسيبل نورم رولز ديسيجن ميكينج بروسيدر اند بروجرام ذات شيب ذا ايفولوشن اوف ذا انترنت. فمعناته الهدف نحن عاوزين نشكل التطور بتاع شبكة الإنترنت، نشكله كيف؟ إنه نتفق بعد ذاك على قواعد وعلى ممارسات وعلى يعني إجراءات بروسيدرز. الإجراءات دي تقدر تشكل الإنترنت بطريقة أفضل. مين اللي هم اللي هيشتغلوا الكلام ده؟
كل البلايرز بكل يعني مسمياتهم او بكل الرولز بتاعتهم في الشبكه. نتكلم عن الحكومات اللي هو الجفرمنت governments والقطاع الخاص المجتمع المدني كل واحد لكن هيشتغل حسب الرول بتاعه. كان في مشاكل كثيره طبعا يعني قبل كده مثلا الاي تي يو كمنظمه بتعتمد في التعاون مع الجهات الحكوميه يعني زي هيئه الاتصالات والوزارات الاتصالات في الدول المعينه، وبين الايكان اللي هو بيتعامل فقط مع البرايفت سيكتور والسيفل سوسايتي. ف كان في صراع من اللي عنده السلطه، الحكومات اللي هي بتشغل الدوله ولا مستخدمين الانترنت هم المفروض يشكلوا الكلام ده. فكان صراع لوقت طويل. عشان كده بعد ذلك جاءت الفكره بتاعت انه ما في جهه واحده هي عندها الفول كنترول، نحن لازم نكون يعني مفهوم، المفهوم ده يقدر انه يوفق لنا بين كل البلايرز اللي بيلعبوا دور ودور مهم جدا في شبكة الانترنت، ودي جاءت منها مفهوم انترنت غوفرنانس او حوكمة الانترنت، عشان ما في جهة واحدة بلاير واحد يقدر يسيطر او يتحكم في كل ليه نحن محتاجينه. ممكن نلخص النقاط دي، لانه الانترنت حاجة كبيرة جدا، واكيد طبعا الصورة دي مرة عليكم اللي هو المجموعة بتاعت البلايند بيبلز اللي قال لهم يا اخي في حاجة قدامكم مش عارفوها شنو. واحد قال والله دي حيطه، واحد قال لا ده ثعبان، واحد قال انه دي مروحه. هو في النهايه فيل حاجه كبيره جدا، لكن كل واحد كان شايف جزء فقط من الحاجه قدامه. فالانترنت حاجه كبيره جدا، كل واحد فينا حسب الرول بتاعه شايف جزء منها وما شايف الصوره الكامله. فكيف حنقدر نشوف الصوره الكامله عشان نقدر نضمن تطور اكثر للشبكه؟ عن طريق انه كلنا نجتمع في مكان واحد ونقدر نناقش كل الحاجات دي يعني بأوبن. فهو الاي جي هي مفروض توفر لنا، احنا محتاجينها عشان توفر لنا بلاتفورم، والبلاتفورم ده يكون عالمي عشان نقدر بعدك نناقش فيه وجهات نظر مختلفة دي، ونقدر نصل لافضل طريقة عشان نطور بها الشبكة. سبب ثاني برضو اللي هو البالانس بين السوفيرنيتي اللي هو سيادة الدولة، وبين الموست ستيك هولدر اللي هم السيفل سوسايتي مثلا والبرايفت سيكتور وده. فالحكومه هي عندها دور اكيد، والسيفل سوسايتي والبرايفت عندهم دور، وكل واحد بيفتكر انه هو الدور اساسي. في النهايه ما في واحد دوره اساسي. احنا عشان نقدر نضمن تطور كويس للشبكه محتاجين انه نصل لاجريمنت، والاجريمنت ده يكون وين وين لكل الاطراف، ودي الحاجه اللي توافق عليها الناس في العالم من 2005 اللي هو من تكوين او من يعني المفهوم بتاع الاي جي هو يتكون. بعدك في مواضيع كثيرة بنناقشها في الفورم دي عشان نقدر نصل فيها لاتفاقات. المواضيع دي يعني منها طبعا مستحيل نذكرها كلها لانه كل مرة بتتغير، كل مرة بتتجدد حسب الوضع. منها بيتناقش في الانفراستراكشر والستاندردايزيشن. الانفراستراكشر في دول كثيرة ما عندها انفراستراكشر كويسة، في دول عندها انفراستراكشر في يعني في كلاس عالي جدا جدا. لو ما الشبكة كلها تطورت قريب لبعض ما حنقدر نضمن انه العالم ده كله يعني موصل بطريقه تضمن لنا انه نوصل المعلومه يعني لكل العالم في نفس بنفس المجهود بنفس التكلفه بنفس كده. طيب في قضايا طبعا ليجل، ومنها طبعا اللي هو القانون الشهير اللي هو بتاع الداتا برايفسي في الاتحاد الاوروبي اللي هو الجي دي بي ار، انه الانترنت ده ما بقى خلاص واقع لكن افتراضي. طيب زي ما في حياه كويسه برضه في حياه تعبه، في جرائم وفيه كده، فمفروض نناقش الجوانب دي لانه بعد ذاك في مشاكل كثيره. لانه لازم يكون في قانون واحد باعتبار انه في الواقع الحقيقي كل دوله كل اقليم عندهم القوانين عندهم الاعراف بتاعتهم، لكن في الانترنت الحكايه عالميه. لو واحد عمل جريمه في اي مكان بقانون واحد المفروض نفس الكلام يعني نفس الحاجه العمليه دي تجرم في 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 كل الشبكه. نتكلم برضو عن قضايا اقتصاديه، انه كيف البيمنت ده نحن بندفعه بالانترنت، كيف انا بدفع قروش هي بس عباره عن رقم انا بدخله في ويب سايت، بعدين فعلا حتخصم من رقم من قروش فعلا قاعده في الحساب بتاعي بتاع البنك. كيف حقدر اثق في عملات زي البيتكوينز والكريبتو كرنسي دي؟ كيف بعد ذاك حنحسب الضرائب؟ كيف حنثق في الديجيتال سيجنتشر؟ فهذه كلها قضايا اقتصادية
زي ما في الواقع الحقيقي المفروض نحن في الواقع الافتراضي على الانترنت نقدر نناقش ونقدر نصل فيها لاتفاق. كيف نضمن الديفلوبمنت زي ما قلنا الديجيتال ديفايد بين الديفلوب وديفلوب كانتري، وين الباوندرز بين انه ده تيليكوم وده انترنت؟ طبعا ده برضو كان ديبيت لفتره طويله في التكنولوجي تشيسنج الملاحقه التقنيه، يعني طلع الفيرست جي بعدها طلع السكند جي السكند بوينت 5 الثيرد الفور، كل ما يطلع تكنولوجي نحن حنكون يعني جارين وراها كده 200 حنقول نحن محتاجين انه يكون في يعني تطور جيل جديد، فلازم يعني نقدر نضبط الحكايه تحت الديفلوبمنت دي، والا حنكون يعني كل يوم الشركات دي يعني فيري انوفيتيف، كل يوم ممكن تجيب لك منتج جديد والمنتج يكون فيه خصائص خرافيه جدا ما كنت بتحلم فيها قبل سنه لما اشتريت المنتج نفسه من الشيء من نفس الشركه السنه اللي فاتت. فكده كل سنه حنكون بندفع قروش لكن فعلا ما عارفين كيف نستفيد من الخدمه دي. اخر حاجه بتنظر لي زي ما بقول اللي هو السوشيال كلتشر، كيف بعدك نقدر نسخر التقنيه دي انه تفيدنا في الفريدم اوف اكسبريشن مثلا، او نقدر انه ناخذ بها الحقوق بتاعتنا كهيومن او كده. برضو في واحده من الحاجات برضو الظهر قريب اللي هو الرايت تو بي فورجيتن، يعني لو انا اوكي عملت يعني حاجه والحاجه صنفت كجريمه اخذت العقوبه بتاعتي وتبقى كانت غرامه او سجن او بان من استخدام الخدمه لفتره معينه. طيب بعد ما كملت العقوبه بتاعتي ما خلاص انا تبت وبقيت ذو صالح، لكن الانترنت حتكون متذكره لك الحاجه اللي عملتها دي لعشرات السنين لانه موجوده في اخبار في ويب سايت الناس تناقلوها في بلوجز وكده، فحتكون انت موصوم بها يعني لحد ما تموت، وبعدك ممكن برضه اولادك واحفادك يكونوا موصومين بها لانه هي حاجه قاعده وما حد زي ما قال له لو جيت للحول العكاز راجل. ف رايت تو بي فورجيتن ده واحد من الحاجات المهمه، ونشوف كيف نقدر نطبقه في الانترنت، كيف نقدر نخلي الانترنت تنسى الحاجات اللي انت عملتها وانت عايز انه تنساها. اتعمل الانترنت جوفرنس فورم، ما حبيت هنا انه اذكر انه يتعمل فين او يتعمل وين عشان ما نرجع للديبيت بتاع انه انا عندي السلطه الاعلى. يتعمل من البلايرز زي ما قلنا هم اللي هو الجوفرمنت والبزنس والاي اس بيز وكده، وباستضافه منظمات كبيره منها الاي تي يو والايكان والايسوك واليونسكو التكنيكال كوميونيتيز الاي تي اف النوكس، يعني مؤسسات كثيره ساهمت في انه قيام الفورم دي، وانه كل مره تحدد مواضيع في فترات محدده، المواضيع دي تخضع لنقاش ونوصل فيها لحلول زي ما قلنا المواضيع دي هي متجدده. لكن بعد ذاك الفورم عشان يبقى عالمي ما بس حيكون مره في السنه او يعني موقع فيزيائي واحد او حتى كان يعني فيرجوال، لازم الحكايه تكون يعني بوتوم اب، يعني لازم نحن في مجتمعاتنا نناقش المواضيع دي ونشوف نحن راينا، وبعدين نمشي نناقش في جروب اكبر جروب اكبر جروب اكبر لحد ما نوصل للانترناشونال يعني ليفل. فتكونت مجموعات طبعا في اقاليم في افريقيا اللي هو الافريكان اي جي اف العرب اي جي اف، بعدين في دول في كينيا وكده، وفي السودان عندنا اللي هو السودان اي جي اف. الحاجه الكويسه يعني معظم الانيشيتيفز اللي بتتعمل في العالم في السودان بيكون عندنا فيها سبق كبير جدا، يعني السودان اي جي اف واحد من الاي جي اف اللي اتعملت يعني او فكرنا يعني فكروا فيها الشباب يعني من وقت طويل. اعتقد ان اول ورشه لاي جي اف اتعملت يمكن 2009 و2010 وبالضبط 2006 برضه كان في يعني بدايه زي دي حتى قبل ما يعني تتعامل في اقاليم او دول كثيره. طيب لكامل الليسته بتاعت الاي جي اف دي الفورم دي والنقاش الداير حاليا هذا اللينك اللي هو بيخدنا في حاليا النقاش يعني وصل وين في المواضيع اللي ذكرناها والمواضيع الجديده اللي ممكن تكون مطروحه في جاية. طيب واحد من الامثله لطريقه النقاش وده مثال انا بحبه جدا لانه في المنطقه بتاعتنا ونحن المفروض نشارك فيه، لكن ستيل يعني المشاركه بتاعتنا من السودان ستيل يعني ما بالقدر المطلوب لو قارنا دول ثانيه في نفس وضعنا يعني الاقتصادي وضعنا في الانترنت وكده، مشاركتنا ما بالقدر المطلوب اللي هي منظمة الافرينك زي ما قلنا هي المنظمة المسؤولة من توزيع الـ IP addresses والـ S number طبعا اللي هو الـ resources داخل القارة الافريقية. التوزيع دي بيتم حسب policies والـ policies دي بيحصلها development داخل القارة. كيف بيحصل الـ development للـ policies دي؟
انه اي واحد زي ما شايفين هنا في الفلو شارت، anybody يعني anybody، اي واحد قاعد حتى في افريقيا، برا افريقيا، في اي مكان في العالم، ممكن تصمت any proposal. يعني مثلا عناوين الـ IPv4 لما جربت تكمل في معظم العالم اتعملت بوليسي اسمها soft landing، عشان في الاخير كده يعني نوزع عناوين اقل. زمان كان بوزع عناوين اكبر، يمكن سلاش 22 او 20 او اكثر من كده. قالوا لا، لما يكون باقي فيها حبه كده نرشدها شويه، نوزع سلاش 24. طيب ليه 24؟ ليه ما 23؟ ليه ما 26 مثلا؟ فده بوليسي. بعدك لما انت جاس بيطبق عليك انت وبيطبق على غيرك. فانت لو متضرر منها او لو انت شايف انه فيها يعني حاجه ممكن تساهم فيها بفكره او بكده، طوالي يعني انت ويلكم انه تصبمت البوليسي. كيف تصبمت البوليسي؟ بس تكتبها بطريقه معينه، وهي صفحه صفحتين وات ايفر كان الفكره بتاعتك، وترسلها في ايميل ليست اسمها الار بي دي. فقط يعني الموضوع يعني بسيط جدا. تصبمت البوليسي، انت شغال في الانترنت اكتشفت حاجه ممكن تحسن في الريسورسز دي، اكتب الكلام وارسله للافرنك. الافرنك بيشتغل كيف؟ في الموضوع بتاع البوليسي ديفلوبمنت بروسيس بيكون في تشيرز للجروب، تو تشيرز اللي هم ديل بيديروا النقاش، مودريتورز، يعني ديل ما عندهم الطاقيه بتاعت البوليسي دي كويسه والبوليسي دي ما كويسه، هم فقط بيديروا النقاش بتاع المجموعه. النقاش غالبا او عاده بيكون يعني بين الناس في الميلينج ليست وفي الاجتماعات الفيزيكال. الليله كان واحد من الاجتماعات، واحده من المصادقات الليله كان في اجتماع لمناقشه، وبكره التكمله بتاعته، وقاعد انشره دائما في الفيسبوك كده، يا ريت الناس تحضر. حاليا في مجموعه يعني كبيره من البوليسيز بيتم نقاشها، في جزء منها كبير له علاقه بالسكيورتي وحياه ممكن تكون بتهمنا في السودان. فيا ريت الناس بس تخش وتقدروا في الستريم بكره من الساعه كم هي 11 بتوقيت السودان، وتشوف الناس اللي بيتكلموا في شو. طيب اي واحد بيسلم بوليسي ممكن تصبمت بوليسي، بعدك بيتناقش لو حصل فيها كونسنسس، يعني ما في فوتنج، ما في كده، اقنعني، جيب الكلام بتاعك وتعال يا اخي اقنعني. احنا كلنا ناس تكنيكال او قانونيين او اقتصاديين، دي حاجه اقتصاديه، تعال انت اقنعني بها، عندك ورقه وقلم وهندسه بوره، قول لي البتاعه دي كويسه عشان كده، وانا بقول لك البتاعه دي فيها المشاكل المعينه. فاقنعني واقنعك، اقنعني واقنعك لحد ما نصل للحاجه الافضل للاداره بتاعت الامور دي في القاره بتاعتنا. بعدك بحصل لها مراجعه كل فتره، في بوليسي والله اتعملت قبل 5 سنين وحاليا محتاجه لابديت، تمام، اكتب انه محتاج الابديت وتعال ناقشني، قول لي ليه محتاج الابديت وشنو البنفيتس اللي حنلقاها من الابديت ده، وتعال نتناقش فيها، اكيد حنصل يعني لنتيجه. فيا ريت الناس تقدر تشارك في الموضوع بتاع البوليسي ديفلوبمنت والحاجه الثانيه اللي هي يعني بتقدم الافريق. نفس المفهوم موجود على مستوى اعلى في الاي كان، والايكان هو قلنا البدير النيم والنمبرز، لكن هو مركز على النيمز حاليا، والنمبرز مديها لمؤسسه ثانيه اللي هي الايانا. نفس الفكره، بيكون عندك يعني مقترح عشان تطور في الاداره بتاعت الدومين نيمز، بتسلم المقترح وبتمشي بعد ذاك تدافع عن المقترح بتاعك وتحاول تقنع الناس انه والله المقترح ده كويس لانه كده وكده. اول ما قدرت تقنع مجموعه كويسه بعد ذاك بيمشي لقدام في الديفلوبمنت. نفس الكلام بيحصل طبعا في الاي تي اف، بيحصل في معظم المؤسسات اللي بيشتغل بالموضوع بالطريقه بتاعت اللي هو البوتوم اب. طبعا الاي تي مختلف شويه، لان الاي تي الممثلين اللي هو بيكون الحكومات يعني السودان اكيد بتمثلنا اللي هو وزاره الاتصالات والهيئه القوميه للاتصالات، لكن البرايفت سيكتور برضه عنده يعني دور باعتبار انه ممكن يكون ممبر في الاي تي يو كسيكتور ممبر، وبعدها تقدر يساهم في النقاشات دي، واكيد يقدر يستفيد من الموارد اللي بتتيحها الاي تي يو. طيب اخر جزئيه هنتكلم عنها اللي هي الفيوتشر، واتس نيكست. يعني حاليا نحن واحده من المشاكل اللي بتواجهنا في الانترنت الاي بي ادريس، لانه في الوقت في السبعينات ما كانوا شايفين الانترنت دي حتصل لوين، فوقعنا في مشكله كبيره اسمها الانتقال للاي بي في 6. كل العالم حاليا عنده مشاكل في الانتقال دي، فلو كان بس من اول عمكم فينسير بدل 32 عملها 128، ما كنا حاليا دخلنا في المعمعة دي. وهو اصلا في فيديو موجود الرابط بتاعه، بن سير نفسه قال يعني اعتذر، قال لو كنت عارف كنت زدت شويه عشان ما ادخل في الموضوع بتاع الانتقال دي. فالحين عاوزين نشوف شنو الجاي اللي قدام في الانترنت عشان نقدر نخطط له من الليله.
طيب حاولت اختصر الكلام في 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 التطور بتاع الانترنت اوف ثينجز، وكويس انه قبل ما نبدا السيشن يعني عرفنا انه في انترنت اوف ثينجز سنتر حيكون في في السودان، يعني هو كاباسيتي بيلدينج وحيخدم برضه المنطقه بتاعتنا الافريقيه والعربيه، فكويس انه نقدر نستفيد من الحاجه لانه ده هو مستقبل الانترنت. السلايد ده يعني الصوره دي شويه قديمه لكن فعلا بتورينا الوضع حاليا. زي ما قلنا انه متوقعين 7 ديفايسز حاليا يعني في 2020 يعني كونكتد، معناته انت محتاج لرصاصز للسبعه ديفايسز. من 2011 اكثر من ثلثين الشوبينج هو اونلاين. ونحن عانينا طبعا في بلدنا السودان من حكايه انه الاونلاين شوبينج ده ما متاح لانه الكريدت كاردز ما متاحه وكده. حاليا شايف انه في مجموعه من الابلكيشن بقت تقبل حكايه انه كريدت كارد وتحويلات وكده، فان شاء الله الموضوع يمشي لقدام. جزء كبير من العربات اللي انتجت من 2010 هي سبورت انه تو بي كونكتد، يعني تعرف العربات الماشيه معاها فيجل تو فيجل وتعرف الطريق فيجل ترود. جزء كبير من الماشينز برضو من يمكن برضو 2010 تقريبا في الاندستري هي يعني بتعتمد على الانترنت بانه تعمل تصميم معين او تتلافى مشاكل معينه او يكون فيها انتليجنت بطريقه معينه عشان تقدر تطور في نفسها وكده. طيب هنا دي بقول لك انه ثاني اكبر بيانات منتشره في الانترنت اللي هي البيانات الصحيه، اللي هي التبادل بتاع صور الاشعه والبريسكريبشنز ونقل العمليات والاستشارات والحاجات زي دي. شنو هي رقم واحد؟ يعني رقم واحد هي شنو في الانترنت؟ هي الايميل طبعا. الايميلات هي يعني اكثر داتا منتشره على الانترنت، لكن رقم اثنين اللي هي البيانات الصحيه. فلو نتخيل شبكه زي دي بثلثين قروشنا قاعده فيها وبنعتمد يعني في حياتنا او موتنا في عمليات دقيقه جدا على شبكه زي دي، وفي توصيلنا وسواقه عرباتنا يعني بنعتمد على شبكه في حاجات دقيقه جدا في حياتنا نحن، فلازم الشبكه دي نساهم في الموضوع بتاع اداره الشبكه، ولازم اول حاجه نوفر كونكتيفيتي بطريقه كويسه وطريقه امنه. فدي الثلاثه يعني حياه المفروض نركز عليها، انه تكونكت تو بي كونكتد، يعني ما 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 نقول انه ما حنوصل الشبكه لمكان معين، خلينا نوصل لهم في الاول مويه وما عارف اكل وعيش وحاجه زي دي. الانترنت مهمه زيها وزي المويه والكهرباء وكده. نديره بطريقه كويسه، ما نخلي الباقيين يديروها ويجيبوا لنا المنتج كده او ذا شيلف، وبيجيبوه بطريقه كويسه طبعا، لكن ستيل عندنا فرصه انه يعني نعرض مشاكلنا الخاصه ونعرض يعني نبتكر حلول، او نخلي حتى العالم يبتكر لنا حلول لمشاكلنا عشان ما يبتكروا حلول لمشاكلهم ويجي يطبقوها يعني علينا بس. لازم بعد ذلك نضمن التامين بتاع الشبكه والتامين على كل المستويات. صار حاليا في البلد في اكستشينج بوينت، حاجه كويسه جدا، في يعني مؤسسه للمصادقه برضه دي حاجه كويسه، فنضمن تامين الشبكه داخليا، بعد ذلك نضمن تامين الحياه اللي بتجينا من برا والحياه حتى اللي احنا بنصدرها لبرا. فلازم نركز مع انه مانج وكونكت وبعد ذلك سكيور. لا الانترنت بجد ما بس هي ايميلات بنرسلها، الانترنت بيعتمد عليها انه انت بعد لما تخش العمليه دي الدكتور قاعد هناك بيعمل لك العمليه حيقدر يعني انجز مهمته دي ولا لا، دي بتتوقف عليها حياتك. فلازم نركز مع حكايه انه يكون عندنا شبكه بطريقه كويسه. طيب اخر سلايد ده بيتكلم عن تشجيع الناس انه تبارتسبيت في شبكه الانترنت. فانا حابب اجيب هنا وناخذ يعني اسئله ونقاش، وخلينا نختم بالسلايد دي نشوف الناس كيف ممكن يعني يساهموا وكيف ممكن المساهمه دي تكون فيها فائده، فائده علميه وفائده ماديه حتى، لانه انت ما بتساهم يعني انت بتفيد العالم، فمفروض يعني العالم يدفع لك قصاد الافاده بتاعتك دي. ففي مجموعه كبيره من المشاريع حاليا في العالم، حاولت اعمل بس اللوجوز دي سريع ونجي نتكلم عنها يعني بعد ذاك بتفصيل، وندي الناس الويب سايت زي ما قلنا افضل مكان عشان تعرف معلومات زياده انه تمشي الويب سايت بتاع المؤسسه او المنظمه، بيديك المعلومات الحقيقيه والمعلومات الكامله. فنجيب هنا دكتور انور. شكرا جزيلا دكتور سامي. طبعا السلايدز ما شاء الله شحمانه شديد، يعني كله
كله اختصار فيها ولا كله لوجو ولا كله اسم؟ محتاج له محاضرات ومحاضرات يعني. طيب نفتح المجال للشباب هنا، ممكن يقدموا أسئلة الشباب الموجودين في الجلسة هنا ده، أسئلة ومداخلات. وبرضو لو في أي، في دكتور امتثال هنا ده معانا، سألتك من هل الإنترنت بروتوكول فيرجن 6 بيكفي مع الانفجار بتاع الانترنت اوف ثينجز. طبعا احنا محتاجين برضو خلفيه عن ما هو الانترنت اوف ثينجز، يعني عشان الناس برضو يكونوا معانا في الصوره، وليه احنا محتاجين اي بي ادريس زياده وعناوين زياده. فخلفيه كويسه كده قبل ما احنا. اوكي فيري جود. انترنت اوف ثينجز من الاسم بتاعه انه اي ثينج، اي حاجه المفروض تكون خاشه الانترنت. كان فكر كتير في بدايه الالفينات انتشر، انه في واحد كده بيتكلم مع زول قال له يا اخي حتى الثلاجه حيكون فيها يعني حتحتاج لاي بي ادرس، او حتى الثلاجه حتخش الانترنت. وطبعا كان كركتير والناس ضحكت فيه انه يا اخي الثلاجه شنو اللي بتشتغل يعني اي بي في 6 او تشتغل يعني عن طريق الانترنت. انا شفته في 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 دوله طبعا في اسكندريه في السويد، انه فعلا في ثلاجه مربوطه في مكان، الثلاجه دي يعني مربوطه بالانترنت عشان تعمل الاوردرز، اي حاجه نقصت لحد يعني حاجه معينه ليفل معين، فبتقوم تمشي تطلب الحاجه دي من السوبر ماركت وبيجي الدليفري ليها يعني كل يوم بالحاجات الناقصه بس في الثلاجه. فالثلاجه اتوصلت بالانترنت، مع انه ضحكنا فيها، هي حتى مكتوبه كنكته في الكتاب الشهير اللي هو بتاع يمكن دوغلاس كومر، انترنت وورك اسمه نتورك الحاجه، دوغلاس كومر كتاب شهير جدا قديم طبعا، مكتوبه فيه كنكته، لكن حصل الثلاجه بقت يعني موصله بالانترنت. اي حاجه حولك هي موصله بالانترنت، حتى القلم اللي بتشتريه يكون فيه شريحه ار اف اي دي او كده، في مرحله معينه هي بتكون موصله بالانترنت عشان توريك انه اتصنع بتين جا كيف. واحده من التطبيقات المهمه جدا اللي هي في الصيدله، الدواء بتشتري دواء بيقول لك الدواء ده ما يكون في درجه حراره اكثر من 10. طيب انا في الصيدليه اوكي كان في 10، جبته البيت دخلته الثلاجه اوكي اقل من 10، لكن من المصنع لحد ما وصل الصيدليه هل نقص من ال 10 درجات دي ولا ما نقص؟ كيف حقدر اعرف؟ ففي شريحه تكون فيه برضه ار اف اي دي بتسجل درجه الحراره دي عشان اعرف انه هل الدواء ده صالح انه انا استخدمه ولا ما استخدمه. فانا معتمد على الانترنت ومعتمد على الار اف اي دي، الشريحه الصغيره قاعده جوه دي، عشان اشوف الدواء ده لو شربته هينفعني ولا هيضرني. فالانترنت اوف ثينجز زي ما الاسم بتاعها هي اي ثينج موجود في يعني اي ثينج في العالم تتخيله داخل بطريقه او اخرى في شبكه الانترنت. طيب الاي بيز كفايه ولا ما كفايه؟ طبعا ده جدل، ولو قلت اي كلام حيقول لي يا اخي ما ده كلامك انت، فانت سيرف العمل الانترنت لما عملها قال كفايه، وجينا اكتشفنا بعد 20 سنه انها ما كفايه. فشلون حيضمن لنا انه بعد 20 سنه كلامك ده يطلع كلام ساكت وده يعتذر زي ما اعتذر فينت سيرف، تقول الله يا اخوان لو كنت عارف ما كنت قلت لكم كده. طيب مهما قلت كلام طبعا يعني جدري ما حنقدر نصل فيه ولا حاجه، لكن ما هي تريد اوف. نحن ممكن حاليا الاي بي في 6 مع 128 بت. طيب واحد ممكن يقول اوكي خلاص نعمله مليون بت، نعمله مليون بت، نزيده نعمله مليون بت، ممكن نعمله كده، لكن بعدك المانجمنت حيكون صعب جدا. فهي الحكايه تريد اوف بين نحن حنستخدم في ال 100 سنه اللي قدام قد كيف، وحجم العنوان عشان ما نكون يعني عاملين عنوان كبير وما حنقدر نستخدمه. حاليا احنا الاي بي في 6 هو من 1998 اللي هي دي كم سنه تقريبا؟ تمت 20 22 22 سنه نحن استخدمنا الى الان 1 على 16 او اقل من 1 على 16 من الاي بي في 6 رينج. الى الان استخدمنا 1 على 16، لو قلنا في ال 20 سنه الجايه استخدمنا ضعفها فولد، استخدمنا 2 على 16، وفي ال 20 سنه اللي بعدها استخدمنا 4 على 16 واستخدمنا 6 على 16. فتقريبا احنا عاوزين لنا 100 سنه عشان نستهلك الاي بي في 6. لكن زي ما قلت لك مهما قلت كلام هتقول لي ممكن تحصل حاجه بوم من كده والاي بي في 6 برضه هو ينتهي، لكن هو معمول بطريقه فعلا انه الغلطه اللي عملناها مره اولى او اتعملت مره اولى ثاني ما يتعمل، تقريبا ال 128 بت يعني تكون تمام. عز الدين تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه، يا ريت تعرف نفسك وتفضل. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم، انا عز الدين عبد الكريم، اي تي ستودنت جامعه القرويه الاسلاميه.
شكرا على مجموعة الباحثين السودانيين على هذا العطاء المتواصل، وشكرا للباشمهندس على ما قدم. يعني طبعا هنا في المناهج بتاعتنا هنا في السودان، يعني خاصة الايشو بتاع الانترنت، يعني احنا ما عندنا الفول فيجن والفول انفورميشن عن الانترنت ذاته، بس احنا اللي قلناه في حاجة الانترنت غيرين مستخدمين. يعني فانا اول حاجه السؤال كان المطروح عندنا هو كان هو از ذا اونر اوف ذا انترنت اكزاكتلي، يعني فان كان يقول لنا يا اخي الانترنت از 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 ريسورسز اور از كومبوننتس، يعني انه هو نو ون از اونر. لكن لو جينا انت بتتكلم عن الـ عن الـ عن الاورجنايزيشن اللي قاعد تنظم الانترنت زي مثلا الايكان ولا العيان والعجي، هي قاعد تكون وين يعني المنظمات دي؟ والناس اللي شغالين فيها هم البدو الروس دي، يعني الدولة متحكمة فيها بالضبط؟ إذا هي كانت مثلا أمريكا هي اللي متحكمة في المنظمات دي، معناها هي اللي الأونر بتاع الإنترنت يعني بدك. الحاجة الثانية الكونكشن، مثلا هسه لو جينا في السودان أنا أعرف إنه كونكشن خاشي كيف، مثلاً يعني في ثلاثة ولا في أربع شركات شغالة، يتكلموا عن إنه مثلاً سوداتيل وكنار هي جايبة كونكشن عن طريق البعض. أنا أعرف ليه، طيب هي ما الدولة هي اللي بتكون مسؤولة عن الكونكشن، يعني هي بعدين توزع مثلاً لشركات الاتصالات. الحاجة الثانية الإنترنت، يعني مثلا هسه بنتكلم انه في يعني في سيرفيس، لو مثلا الانترنت وقف يعني احنا ما احنا بنشتغل مثلا في داخل الدوله مثلا، يعني انه يا اخي لو مثلا الانترنت احنا لو مثلا في هجمات في الانترنت، في هل احنا في امكانيه انه احنا نفصل الانترنت الخارجي وممكن يكون الشغل جوا شغال؟ الحاجه الثالثه مثلا كان بروف علام يتكلم عن انه يا اخي مستقبل السودان في شباب ومستقبل الشباب في الانترنت، ويتكلم عن انه يا اخي الحكومه العنيه يعني ما قاعد تجيب سيره الانترنت ذاته، يعني ما في زول السياسيين دي لحال ما هم حتى يتجاهلوا موضوع انه يجيبوا مثلا انه يعملوا وزاره للاتصالات، انه متجاهلين انه يا اخي احنا في العصر الواحد في القرن ال 21، فإنه هو مبني على المعلومات والإنترنت، يعني الإنترنت يدو بيك بولس. أنا بتكلم إنه يا أخي أنت في الوقت راحنا إحنا بنتكلم عن الإلكترونيك، بنتكلم عن الإلكترونيك جوفرمنت، والناس بتتكلم عن إنتليجنت جوفرمنت، يعني حتى الموضوع السياسيين هم ما الموضوع ده ما جاي في بالهم. وده كل ما كان شاركه، وشكرا لكم. شكرا جزيلا. تفضل يا سامي. شكرا جزيلا للاسئله. طيب نحن من الاول اتفقنا انه ما حنتكلم في سياسه في المحاضره دي، عظيم. شكرا. اتفقنا يا زول ولا اي شيء. انت هتتكلم عن الحوكمه، هتتكلم عن الحوكمه وتطلع السياسه برا؟ والله دي للزيت ترمي زول في المويه تقول له ما تتبلى. طيب ما هو ما عاوزين نتكلم عن السياسه البلد، لانه دي خصصنا لها محاضره قبل كده، وشفنا انه خطا انه يكون في الدوله ما في يعني وزاره يعني تهتم بالاي سي تي، وده قتلناه بحثا في المحاضره اللي فاتت، فخطا طبعا. فلكن ما عارفين طيب وات نكست، يعني دي حاجه غلط، شنو الحاجات اللي ممكن نعملها؟ نحن في يدنا عملناه وقلنا انه والله ما صحيح، وورينا انه اهميه انه يكون في يعني جهه في ليفل معين اللي هو الليفل بتاع وزاره عشان تقدر تدافع عن حياة الانترنت، بدل ما فاك ساكت كده يرسل لك رسالة انه جهات عدلية، من الجهات العدلية من كده بقينا ما عارفين، وما في زول فعلا حيقدر يعني يسأل. طيب السؤال الأول كان عن الشركات، هي في السودان ما أربعة، هي سبعة أو ثمانية شركات مزودة لخدمة الانترنت غير الأربعة اللي هم الأوبريتر في آي سبيس، دول كلهم بيزودوا الانترنت في السودان، وهم دول بيوصلوك مع العالم. انت عاوز توصل وين؟ هو بيوصلوك. بعد ذاك الجهه المقدمه الخدمه، نفترض انه هي فيسبوك او واتساب او كده، يكون عندهم سيرفرز في مكان معين في دوله معينه حسب البزنس بتاعهم. ما في حاجه بتمنعك انت انه تعمل لك خدمه وتاخذها في اي دوله
والناس يتواصل مع الخدمه دي. فما في ما في تحكم هنا. لكن طبعا العالم الاول زي ما هو متطور في كل المجالات الصحه والرياضه حتى وكده متطور في الخدمات بتاعت الانترنت، وهم بيعملوا سيرفيس اتراكتيف جدا، فانت بتضطر انه تدفع اشتراك لمزود محلي عشان يوصلك مع المخدم بتاع فيسبوك او وات ايفر اللي هو قاعد في امريكا، فانت اللي هتستخدم الخدمه بتاعته. فما نلومهم، نحن المقصرين، ما نمشي نقول ليه كل الترافيك ماشي امريكا، لان هم اللي عملوا كل السيرفيس اللي بيخلينا احنا نمشي يعني نتواصل معهم. حكايه انه تفصل الانترنت بعد ذاك اللي الخدمات الداخليه ما تشتغل، ده دي قلناها وذكرناها، ما في سبب يعني. زي ما قلنا انه عندنا احنا اكسشينج بوينت المفروض تسمح بالترافيك الداخلي، يعني المواقع الداخليه، يعني بنك عنده موقع وعنده خدمه بقدمها عن طريق تطبيق، والتطبيق انا شايف الموبايل قاعد جوا السودان والبنك قاعد جوا السودان، لو الانترنت فصلت من برا ما في حاجه تخلي التطبيق ده ما يشتغل يعني ابدا. فما عارفين المشكله وين، ما المفروض نسال الناس المشغلين للخدمه دي ليه قاعد تقطع الخدمه دي لما الانترنت من برا يقطع، افصل الانترنت لكن ما تفصل لي الخدمات القاعده جوا البلد. فده سؤال ما بقدر اجاوب عليه، انا المفروض اجاوب عليه الناس فعلا المسؤولين من حكايه انه افصل الانترنت. طيب افصل بتفصل من وين انت؟ المفروض اجاوب على السؤال ده. كده غطيت الثلاث اسئله. ايوه نعم. طيب بس الانترنت governance في السودان من المسؤول منها؟ ما عشان كده نقول ما في واحد حيكون مسؤول، هي فورم، والفورم ده كل الناس هم مفروض قصدي اسئل الفورم ده من ال حاليا اخر عهد لي بيه اللي هو كان يعني فورم القائد المبادره اللي هو جمعيه الانترنت السودانيه، واتعمل اكثر من ايفنت يمكن في اتصالات وفي حتات ثانيه يتناقشوا فيه مواضيع بتهم السودان في حكايه الانترنت. قبل ما نطلع في الوقت ده كان الموضوع الكبير اللي هو بتاع الحصر التقني عن البلد وكده وكيف نحن نقدر ندافع عنه وده، لكن في مواضيع ثانيه يعني كانت بتناقش وبتعكس بعد ذاك في الريجون اللي هو الافريقي والعربي. ما تابعته بعد ذاك انه هل وصلوا ل يعني نتائج معينه او لا، لكن في فورم الناس بيتواصل فيه وممثلين فيه كل الجهات ذات العلاقه الحكومه والبرايفت سيكتور وكده. وما عندي ابديت في موقع طبعا اللي هو igf.sd، الموقع هو شغال لكن ما اعرف كيف المعلومات اللي فيه، ما اظنها يعني ابديتد الان، لكن في عندهم موقع وشغال، ممكن يعني الناس تراسلهم لو عاوزين انه يشوفوا هم شغالين يعني كيف وشنو المبادرات اللي عندهم حاليا. ده تجرب الموقع يا نور صح؟ هاي ما حار عشان اشوف الحال شنو. ايوه الموقع هو كويس ابو ارن اللي هو اي انا شنو ده قاعد اشوف فيه الموقع. اوكي اجي السودان منتدى تسجيل هلا بالخميس انتهت فترة التقديم قال لك. طيب الانترنت اصلا قائم على الاوبننس، يعني واحده من الامثله اللي بنضربها لطلابنا دائما انه والله يا اخي انت زي قاعد لك مثلا في حته كده في بص ولا في هنا ناس قاعدين جنبك وبتاع، واحد قام شالوا حاجه قال لك يا عليك الله سلمها للزول اللي جنبك ده، فالقصه بتاعت الراوتينج والسويتشينج والمعرفه انت بتشيل الحاجه من هنا بتديها له جاي، لكن لما تشيل انت اتريسك انه والله الحاجه دي ممكن تجي واقعه فيك ولا تتدفق فيك ولا غيره ولا غيره. وانا درست في طيب جامعه السودان ناس الاي تي الراس الماجستير تحديدا الموضوع بتاع الانترنت تكنولوجيز ده، وتحديدا في القصه دي الانترنت اوف ثينجز كنا بنضرب لهم المثل بتاع انه اي حاجه جنبك حيكون عندها كونكشن بالانترنت، ومع تقدم الارتفيشال انتليجنس حيكون عندها سيلف اويرنس، يعني الموبايل بتاعك عارف نفسه هو قاعد وين، لو انت نسيته ومشيت ممكن تسال الترابيزه تقول لها اخي موبايلي وين، تقول لك الموبايل قاعد فوقي، تسال الموبايل يقول لك انا قاعد فوق الترابيزه، وكل الحاجات دي مشربكه مع بعض، اي حاجه كونكتد والى اخره. فطيب يا دكتور سامي الاوبننس ده ليه ما موجود عندنا في الكلتشر بتاعتنا بتاعت الجفرنس في السودان؟ ليه الحاجات كلها امنيه؟ اي حاجه بتتلف تجري دق بالدق في جهاز الامن في السودان. بس ده سؤال ولا شنو؟ ده سؤال طبعا.
ما احنا سيدي المنتدى ماشيين حاولنا نخش الفورم ده على اساس انه نسجل، يعني احنا ناس دايرين نخش جزء من نبقى من الجفرنس على الانترنت في السودان، بتلقى الحياه مقفله. الكالشير دي صحيه يعني حاجه كويسه للانترنت؟ اكيد ما حاجه صحيه للانترنت زي ما حاجه صحيه لكل القطاعات الثانيه. يعني احنا بنتكلم عن الوضع الحالي هو مؤثر اوكي على الانترنت وماشي وكده، لكن مؤثر على الحياه الثانيه. شفت البوست كان عن انه كل ما يجيك احباط تمشي تفتح الفيديو بتاع فريق الشباب بتاع الكوره الاطفال فازوا في كاس جيم في جيم. ايوه كان. طيب حصل شنو السنه بعديها؟ ما هم فازوا وفرحوا كل الناس وكان مود مختلف، حصل شنو السنه بعديها؟ وين الشباب ديل؟ الشباب اختفوا جابوا اولاد كيزات جاء تيم ثاني بالضبط. يعني نفس الفكره ما هو نفس الوضع الحاصل، انه نفس الفكره حابب يشتغل شويه كده وبتنجح خلاص، يعني تكون اتراكتيف وبيتشال، ويا ريت انه تتشالوا باداره كويسه، تتشالوا باداره ما كويسه وبيتسقط طبعا هيكون مصيره كده. ولا يكون الشباب يهو تدربوا وقعدوا وخدموا واسسوا الحياه زي حالتكم دي، وبعد شويه يلقوا نفسهم والله ما في حاجه ممكن يقدموها والامور مقفله يقوم يتخارجوا. الناس قاعدين في السعوديه وناس في قطر وناس في الامارات، وبكل اسف بنفقد يعني كفاءات كبيره. ده طبعا ما بنقدح في الكفاءات بتاعت الشباب اللي قاعدين في السودان، لكن الناس اللي فقدته يعني لصالح دول ثانيه ما ساهمت في بناء مقدراتنا ولا زياده تنافسيتنا، يعني اخذتنا جاهزين زي ما بيقولوا مقشرين. طيب في ساره لمين عندها سؤال هنا في الشات لو انت بتتابع معي، السؤال لانه طويل شويه. وضع السياسات، يمكن لكل اصحاب المصلحه المشاركه وحتى الافراد وضع السياسات والقوانين خصوصا حاليا وضع الاتصالات، من الماسك مفتاح؟ او نفس السؤال عن الكنترول، وفي السودان ضواب الانترنت، على اي اساس يتم قفل الانترنت وفتحه؟ يعني انت كنت متابع القفله اللي فاتت ايام بعد فضل الاعتصام بعد المجزره اتقفل الانترنت، وبرضه في سؤال حول الدراسات. يعني الليله الانترنت قفل 3 ساعات، يعني انا شخصيا ما مقتنع انه دي وزاره العدل طلعت مذكره رسلتها لشركات الاتصالات، شركات الاتصالات اكوردنجلي اشتغلت. انا بعتقد انه ده ممكن يكون تصرف بتاع زول واحد كده نظر من راسه ده انه والله الجزائريين عملوا كده خلينا نقفل احنا برضه. في دراسه عن حجم الخسائر، هل في اي دراسه زي دي يا دكتور سامي تعوير بها؟ 3 ساعات، 3 ساعات كلفتنا قد شنو؟ في جهات بتقدر تعمل الحكايه دي، يعني تقدر توريك انه انت قد كيف يعني مستفيد من الخدمه بتاعت الانترنت، وبعدها ممكن تقيم لك قروش انه والله انت خسرت في 3 ساعات دي رقم. لكن فعلا فعلا الرقم اللي خسرته دي من منظور اقتصادي، وانا ما خبير في الاقتصاد طبعا، من منظور اقتصادي انه دي انت خسرت فرصه ضايعه، يعني ما فعلا قروش طلعت منك مشت لجهه ثانيه، لكن هي كانت فرصه انت في 3 ساعات كان ممكن تعمل حاجه، الحاجه دي ما قدرت تعملها لانه ما كان في مين، ما كان في شبكه تقدر تعمل بها، فهي يعني فرصه ضايعه ضاعت علينا في خلال 3 ساعات، و 3 ساعات ما حاجه يعني هينه في العالم. في بيزنسز، في بيزنسز اصلا الاوبريشنز بتاعتها بتعتمد على الانترنت كانفراستراكشر، لو بيتكلم على الانترنت بانكينج، لو بيتكلم على ترحال، لو بيتكلم على اي انفورميشن انا كنت ممكن اخذها عبر الانترنت بما فيها هيساعدني في قرايتي، هيساعدني في البحث بتاعي في اتخاذ القرار. يعني في خسائر مباشره وفي خسائر غير مباشره، الاوبورتيونيتي كوست دي واحده منها، لكن في الدايركت لوسز. يعني هسه لو كنت داخل بانبوك بنك الخرطوم ده اعمل لي تحويل، والتحويل ده لبزنس ترانزاكشن ثانيه، هشتري لي اي حاجه من الحاجات، وانا في ال3 ساعات دي ما قدرت اعملها، دي خساره بتاعت حاجه، يعني مش كده؟ صحيح. ايوه، ما عشان كده هي فرصه ضايعه، هي فرصه ضاعت عليك في وقت معين، وخساره ايوه ضاعت عليك انه ما قدرت تعملها في الوقت المعين دي. غير انه في جوانب ثانيه انه بعد ذاك استقرار الشبكه، هل يعني انا لو عندي حاجه ممكن اعملها بالانترنت وممكن اعملها ساكن بزنس زي دي، فهل حقرر انه البزنس ده ابنيه في الانترنت هو ارخص ولا لا امشي اعمل لي مكتب واعمل لي كده، انه ياخذ انترنت ما مستقر ممكن في اي لحظه يقطع. فحتى في الانترنت انا احنا بتاعنا ده فعلا في اي لحظه يقطع، في اي لحظه يقطع، ايوه باسباب يعني حتى بعدك ما مقنع انه
السبب اللي كان فيه القطع يعني. يعني هنا استخدم الانترنت ما استخدم في الجريمه، استخدم بعدك في نشر الجريمه، فانت يعني احمي من الجريمه في نفسها لكن ما تحمي من الميز اللي هو بتنشر لك الجريمه. بالعكس كمان انت خليه شغال عشان يكون سنسر بالنسبه لك، يعني انت حتكشف، لو اتكشف وما تعرف دي حاجه أسوأ من الكشف وتعرف. يعني اتكشف عارف اوكي عندنا حلول، لكن اتكشف وما تعرف دي الواقع بتاعها أسوأ من انه تكتم على الموضوع. يعني عشان كده اوبن نس، عشان نكون اوكي غلط حصل اتكشف الامتحان طيب نعالجه، لكن ما صح انه نغطيها. انا اعتقد انه في جزء بتاع تريننج واويرنس بالسايبر سيكيورتي وبالاي سي تي بصوره عامه ناقص الاساتذه نفسهم. يعني الاساس ده ياتوا القاصدين اللي هو الناس الشغالين في، ما لو قريت انت الناريتيف الهستوري بتاعت القصه بتاعت كسلة دي، يعني القصه بتوريك انه في شويه بيسز كده في البازل ناقصه ما تامه. يعني ايوه ما في، ما القصه هي الان ما في حاجه واضحه كده 100% حصل شنو بالضبط، لكن ستيل طلع ستيل يعني ناخذ مداخله من محمد طيب. تفضل عرف بنفسك. تفضل محمد طيب، المايك فاتح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. تفضل. السلام عليكم، أنا محمد الطيب، موظف خبير أمن معلومات. بس انا حابب ابدا، يعني حابب اشارك بس يعني معلومه صغيره تفضل قد تفيد، يعني قد تفيد البعض منكم. ف للاسف يعني هم حاليا الاهتمام، يعني اهتمام، يعني اكيد في زي ما كلنا عارفين انه في احتكار على شركات الانترنت، وما في شركات اصلا محليه بتقدم خدمات للانترنت بسبب الاحتكارات، بسبب احتكار شركات خارجيه، يعني ما بتفيد البلد ولا بتفيد مصلحه يعني مصلحه المواطن. تمام. غير كده للاسف معظم الجهات الحكوميه عندنا في السودان ما بتهتم بجزئيه اللي هو حمايه المعلومات، حمايه سريه المعلومات حقتهم. فبالتالي يعني للاسف انا لاحظت انه كل المواقع حقت الجهات الحكوميه كلها انفكتد، كلها عليها مالويرز بخلاله يقدر يسربون المعلومات، يسرب أي معلومات سواء كان امتحانات أو شهادات أو غيره. فللأسف يعني دي حاجة محزنة إنك تشوف مواقع جهاتك، مواقع دولتك، يعني ما تعرف هل هي سبب إنه الموظفين المسؤولين، ولا سبب الدولة أصلاً ما تدعم المؤسسات الحكومية إنها تحمي معلومات أو تحمي بيانات الامتحانات. يعني ابسط مثال، امتحانات طلاب ما قادره تحميها. هي المشكله ما هو بانه طالب صور امتحان ولا كده، لا، في عده طرق تسربت بها امتحانات وتسربت بها امتحانات سابقه، وكلنا عارفين انه كل سنه بيحصل نفس الشيء، ان المعلومات بتتسرب وامتحانات الطلاب تتسرب والنتائج تتسرب. ليه؟ السؤال هنا لو تدخل اي موقع جهه حكوميه حاليا، معظم يعني للأسف حتى المطورين تلقى وانسل خاطي باسورد 1 2 3. يعني دي حاجة مؤسفة، أنا حاجة شايفها وعارفها كويس. غير المواقع الملغمة كلها عليها ويب سيلز، عليها controlled by someone سواء كان insider في السودان أو خارج السودان. فدي حاجة جدا مؤسفة، يعني إنك تشوفها وإنه ما في دعم من الدولة إنها تدعم المؤسسات الحكومية إنها تأمن معلوماتها وإنها تحمي معلوماتها. فلو تكلمنا عن الـIoT، أنا اليوم ما أقدر أثق في السودان إنه أحط لي مثلاً كاميرات، أخلي لي كاميرات وأشغل كاميرات عندي في البيت وأكسس عليها من برا. ليه؟ لأنه حماية المعلومات نفسها ما في جهة ملزمة إنها تحمي معلوماتك وتحمي الأنظمة الداخلية في السودان، سواء كان أنظمة البنوك أو غيره. ما في جهة في السودان مسؤولة عن حماية المعلومات. فأتمنى إنه بس وصلت نقطتي. الله يعطيكم العافية. شكرا جزيلا محمد. سامي ممكن تعلق؟
طيب انه ما في جهات، في جهات لكن بعد ذلك كده كيف الفيشنس بتاعت الجهات دي هو الـ هو الـ هو السؤال. اكيد طبعا يعني من 30 سنه كان في دمار وكده، فاكيد يعني ما حيتوقع انه الشبكه كويسه زي ما اقول حياه الباقي يعني التعليم والصحه، ما يتوقع انه يعني يشتغلوا بس في حكايه الانترنت والاي سي تي وكده، اكيد فيها دمار كبير جدا. لكن برضو بعد ذلك نتكلم عن انه حاليا يعني الاهتمام بتاع الحكومه بحكايه الاي سي تي ما بالطريقه المفروض تكون بها، يعني الى الان انه ما في وزاره، الى الان انه يعني ما في تغييرات حقيقيه، ما في يعني مشاريع حقيقيه في الموضوع ده، ما في حتى كلام عنه، ما كانت يعني ما حاجه كويسه، ما عارفين السبب ليه، هل ما وقتها، هل يعني حاجه مهمه، خلينا نشوف العيش والبنزين اول بعد ذاك نجي للانترنت، ما مفهوم يعني ما عارفين ليه، وتكلمنا فيها كثير. والله حاجه غريبه يا اخي، حكومه اصلا جات بالانترنت يعني، لو ما الفيسبوك والبتاع والمواكب واطلع به، والله العظيم ده حاجه تحير يعني. صحيح يعني غريبة. طيب محمد الصاوي تفضل، بعدين حبيبنا مصطفى يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل عرف بنفسك. أنا محمد الصاوي، أنا مهندس برمجيات. لكم التحية دكتور أنور وباشمهندس سامي. أنا صراحة بس عندي مداخلة في موضوع البنية التحتية في السودان تحت الإنترنت. يعني إحنا حالياً للحظة دي بنلقى انه في داون تايم كبير جدا في بي تي اس، بتقع مع قطاعات الكهرباء، حتى خدمات الفور جي المقدمة للمواطن ذاتها يعني ممكن نقول محجمة او فيها خنق للسرعات. يعني احنا الليلة الفور جي السودان يعني ما استفاد من الخدمات دي، كيف حال احنا حنقدر بعد شوي نقدم خدمات الانترنت اوف ثينجز، سيرفرات تكون شغالة واكسس عليها داخليا مثلا. يعني موضوع الانفراستراكشر في انا عايز اعرف ليه الهيئه القوميه للاتصالات، او هي اسمها تغير حاليا، بقت هيئه تنظيم البريد الاتصال والبريد تقريبا كده، ليه هي ما كان فورس يعني الحاجات على شركات الاتصالات؟ يعني الاي بي فيرجن 6 يعني لو سنين شغال مثلا، نضرب مثال السعوديه يعني حتى بتقدم خدمات الاي بي فيرجن 6 للمواطن، يعني احنا لحد الان كل الكونكتيفيتي الشغاله عباره عن اي بي فيرجن 4 يعني. ف ليه ما يكون في جهه او جمعيه معينه بتهتم بالموضوع ده وبتقدر تتكلم مع شركات الاتصالات عشان تقدم الخدمات؟ مشكله سرعات الانترنت الليله عندي انا الفور جي المقدم من كل شركات الاتصالات سرعته ما بتفوت من اول 19 ميجا بت بير سكند، وحتكون عباره عن سياسه استخدام عادل، يعني انت سرعتك ممكن تقيل بعد ذاك تصل ل 2 ميجا بت اذا اصلا كانت ستيبل. ف يعني في مشاكل حقيقيه في موضوع خدمات الانترنت والبنيه التحتيه في السودان يعني. ف انا من هنا بدعو لانه الناس تعمل مبادرات، لانها يعني حمايه المستهلك. احنا موضوع الاس ال اي في السودان ما شغال، يعني شركات الاتصالات بتتصل عليهم بالكول سنتر ما بيقدروا يحلوا لك اي مشكله. يعني اكبر حاجه ممكن اقول لك اعمل ريستارت للراوتر بتاعك مثلا، والليلة شفنا برضو انقطاع خدمات الانترنت، وزي ما انتوا تفضلتوا يعني انا لو عندي الليله ميتنج اونلاين حيكون ضاع علي، لو عندي اي بزنس اونلاين ما حقدر انا امارس يعني الحاجات اللي انا بعمل فيها، ممكن تكون دي خساره. انا احتمال يعني عندي انكم بيجيني من حاجه معينه اونلاين، فدي كلها حاجات بتضيق حياه المواطن. احنا في 2020 صراحه احنا لسه بنعاني من اي بي سي. احنا زي ما شايفين ايلون ماسك بشركه سبيس اكس داير يستفيد من خدمات الانترنت بانه يطلق 800 غمر، يعني ما معروف في الشهور الجايه احنا احتمال نلقى انترنت ساتلايت انترنت بتقدم سرعات رهيبه جدا جدا. ف يعني صراحه الله المستعان يعني، لكن في النهايه الناس ما عايزه تشتغل في البلد دي، الناس عندها النوليدج وممكن تقدم خدمات ممكن ترفع البلد، لكن صراحه ما لاقين الاكسس لانه الناس تقدم الاشياء دي. شكرا لكم. لا يا محمد، بس ما تبقى الصورة قاتمة للدرجة دي. اتولكم يعني في الاي بي بي 6 قبل السعودية، انا حاليا في السعودية ومتابع المشروع بتاع الاي بي بي 6. السعودية في الايام دي وصلت الثلاثينات، يعني كانت يمكن 31 او 32 على مستوى العالم في الاي بي بي 6 ترافيك.
احنا وصلنا الثلاثينات دي في 2015، في 2015 كنا احنا رقم 30 في العالم، لكن بعد ذاك ما قدرنا نستمر زي كل الحاجات، يعني زي ما جبنا كاس افريقيا في كم عام، في السبعينات ولا كم، وثاني ما قامت لنا في 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 يعني كم 70 سنه 70 هاي 70 ف ما تبقى الصوره قاتمه. الحاجه بنقدر نعملها نحن نعملها، يعني ناخذ كل الامكانيات ان شاء الله، بس ندرب نفسنا نكون عارفين اول ما بعد ذلك تبقى الفرص، اللي هو السياسيين دي اقتنعوا والحكومه تقتنع انه الحاجه دي مهمه، بعد ذلك نحن بنكون جاهزين انه يعني اطلاق قدمات، لكن ما نقول خلاص الحكومه مهتمه وننسى الفكره وكل واحد يشتغل في شغله وينسى البلد. خلينا نخط الحاجات ونكتبها ودوكيومنتات، نعمل سمارات زي دي، نعمل تريننج ونوري الناس، نحاول نضغط في الجامعات اللي يدخلوا يعني مقررات احدث، نشتغل حاجات زي دي. لما بعد ذاك البيئة السياسية والحكومة تقرر الموضوع ده مهم، نكون جاهزين، ما نبدأ جاهزية يعني. طيب بس أكد لي إنه السودان إنترنت غوفرنس فورم ده هو الحتة يعني دي الحتة المفروض إنه نمشي نسأل منها. طيب الغوفرنس فورم ما زي يقولون أيوة، هي الحتة بعد ذاك اللي هي المفروض تكون يعني بتجمع كل الأطراف. الهب مش كده؟ ايوه، والاطراف دي هي اللي بعد ذاك تطلع السياسه حسب رؤيتها، حسب رؤيه الاطراف ديل، ما حسب يعني رؤيه جهه معينه، يعني ما بس الهيئه زي ما قال اسمها تحول، اسمها يتحول للاسف بقت جهاز. كل هنا انا ارسلت ايميل لطارق عبر الايميل بتاعه الموجود في الموقع، قلت له اخي انا دار اخش الحته دي، دار جغم جوا، فوروني كيف، لانه ما في فورم عشان اقدر اقدم لي طلب بتاع انضمام، ولو لقيت اي معلومه بجي اخذها للشباب في الباحثين السودانيين على اساس انه الناس تنضم للحته دي وتفعلها. هذه الحته المفروض انه نتناقش فيها عن الحياة اللي علاقه بالجوفرنس، مش كده؟ صحيح تمام. هو طبعا ما هي ما حته فيزيكال، هو بتتعامل بعد ذاك ايفنتس مخوط، والايفنت دي بيدعوا لها ما يعني سيح. زي ايفنت انا داسي زي الجلسه بتاعتنا دي، ممكن نتناقش وكده وبتاع ونصل للريكومنديشن ونصل لحاجة. حبيبنا مصطفى يا أخي، السلام عليكم. أول حاجة أشكر الدكتور سامي والدكتور أنور رئيس الجلسة. أنا مصطفى أحمد علي المهدي، طالب دكتوراه بجامعة النيل مجال إدارة التكنولوجيا. داير تعريف أكثر يا دكتور أنور ولا كده كفاية؟ لا دايرين تعريف اكثر، ما اخوانا عشان الشباب دول بيستلهموا بيكم وبيشوفوا فيكم نفسهم ومستقبلهم وكده، يعرفوا وتريد شاوت ليكم عشان يلقوا مساعده. طيب خبره تقريبا 15 سنه في مجال الاتصالات، موظف سابق بهيئه الاتصالات، حاليا موظف في الاتحاد الاتصالات، ادير مجموعه من المشاريع في المنطقه العربيه من ضمنها الموضوعات المتعلقه بال إصدار السادس لبروتوكول الإنترنت والإنترنت الأشياء والمجالات المتعلقة ببناء القدرات في كل ما يتعلق بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات including الإنترنت غوفرنس. سعيد بالمشاركة، ولكن خليني أنا تكون مشاركتي بالجانب اللي يمكن أجملها في 4 أو 5 نقاط. الجزء الأول المتعلقة بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لو قدرنا نعمل مقارنة ما بين البنية التقليدية والتحديات التي سوف تواجهها من ناحية نسميها القضايا الناشئة، بالتحديد بما يسمى including the internet of things emerging technology ولا artificial intelligence ولا 5G وال over the top services اللي هم بيسموهم تقديم الخدمات فوق الانترنت بحرية. فدي يمكن برضو تكون زاوية من الزوايا اللي تحتاج الناس انهم يقدروا يلقوا الضوء عليها بصورة اكثر او بصورة اكبر. موضوع ثاني مهم جدا يعنى بحكومة الإنترنت أو يهتم بحكومة الإنترنت، موضوع الأمن أو بناء الثقة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتحديد في الإنترنت، حماية الأطفال على عند استخدامهم الإنترنت وحماية البيانات والبيانات الشخصية، البيانات الشخصية. وذكر أحد الزملاء تطرق لها بصورة يعني مقتضبة فيما يتعلق بحماية البنية التحتية الحرجة، سواء كانت هذه البنية التحتية ممثلة في وزارات
الحكومية أو الهيئات السيادية والمؤسسات السيادية. ده برضو من الموضوعات أفتكر الناس تحتاج تتكلم فيه بصورة أكثر عمقا وتتناول فيه الجانب طب لو ممكن الفني. تشغل الفيديو بتاعك ممكن؟ لو ما معلش دكتور أنور، أنا I'm sharing ال bandwidth بتاعتي مع my kids they are online now. لا لا ما في مشكلة. I don't have problem. I will do that. I will share the video. أي بس عشان الشباب يتابعوا معك. أنا صورتي ظاهرة في فيسبوك. Okay, I'm trying to open camera. I hope it opens now. الموضوع الثالث حقيقة أو الرابع هو موضوع مهم جدا، موضوع بناء القدرات فيما يتعلق بحوكمة الإنترنت، سواء كان من الجانب السياساتي اللي هو البوليسي أو الجانب المنظور التقني والجانب الاقتصادي. الجانب السياساتي أعتقد أنت طبعا يعني كمصطفى ربما الأخوة الزملاء غطوا فيه جزئية كبيرة من ناحية سياسات الدول وسياسات الدولة الجمهورية السودان يعني. لكن الجانب المتعلق بالتوصيلية الدولية أفتكر برضو سامي غطاها، لكن نحتاج لها المزيد من التفصيل، الناس تتعرف عليها من ناحية بتاعت legal aspect بتاعتها. الجانب التقني سامي غطاه بصورة كويسة تماما، توزيع موارد الإنترنت وكيفية توزيعها، وسعات الانترنت ووسعة الإصدار الصادم بتقول الانترنت أو نقول عليها حجمه يعني. دار أربط الجزئية دي بالإجابة على واحدة من الأسئلة في اللي وردت في الشات، اللي هي موضوع ربط الإصدار الصادم بتقول الانترنت والإنترنت وإنترنت الأشياء. والإصدار الصادم بتقول الانترنت ويمثل ممكن نقول عليه الممكن لما يسمى بإنترنت الأشياء، يعني زي ما نقول عليه كده الماعون اللي احنا بنضع فيه الاشياء، يعني اللي هو اللي بيخلي الاشياء تتواصل بصوره اكثر كفاءه وبجوده عاليه، والسعه العريضه واللي هي متوفره في الانترنت او البروتوكول السادس او الاصدار السادس لبروتوكول الانترنت. موضوع اخر ومهم جدا يتعلق بحوكمه الانترنت ونربطه يعني بما يسمى بالاقتصاد الرقمي، واكثر تفصيلا إذا حبينا نربطه بالاقتصاد الرقمي نربطه بالتكنولوجيات الناشئة، الإنترنت الأشياء، الجيل الخامس، الذكاء الاصطناعي زي ما ذكرت أنور، قلت معلومة مهمة جدا يعني ديوت التكنولوجي ريفوليوشن والإيفولفينج للتكنولوجي. أفتكر من الأهمية بمكان ربط هذه الأشياء بموضوع حكومة الإنترنت، يعني المسائل المتعلقة بالاقتصاد الرقمي المبني على التكنولوجيات ودور المجتمع ودور الحكومات. نقطة أخيرة أحب أن أعلق عليها أفتكر قالها سامي، وأنا أتكلم كمصطفى وليس كمصطفى موظف باتحاد الاتصالات. الجزئية المتعلقة بالاستراكشر اللي هي الممكنة لتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهذا من واقع التجربة والخبرة أعتقد ليس من الأهمية بمكان وجود وزارة، لكن من الأهمية بمكان وجود السياسة تساعد في تسريع وتيرة تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحكم العملية المتعلقة بحماية المستهلك من حيث جودة الخدمة وتقديمها، وجودة الخدمة لمشترك الأول مستهلك المتلقي للخدمة يسمى الكواليتي اكسبيرينس والكواليتي اوف سيرفيس، يعني التو سايد التو سايد اوف الكواليتي. هذه ممكن تكون هذه من الحاجات المهمة جدا. القوانين الموجودة في السودان استيل بتكلم كمصطفى، يعني القوانين الموجودة في السودان بيطال قانون 2017 إذا كنت أتذكر كويس، هو قانون ممكن لتطوير التطبيقات وخدمات المجموعات والاتصالات الهيكلية، ممكن ربما تكون مناسبة بالمقارنة مع التطبيقات الموجودة في الدول الأخرى، وجود هيئة مستقلة تحكم عملية التطور تحكم عملية الاتصالات التكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واحدة من العناصر الرئيسية لتطور هذا القطاع الأهم. أختم حديثي بجزئية مهمة جدا ذكرتها يعني بسرعة، اللي هي موجود موضوع بناء القدرات. أفتكر هو واحدة من العناصر الرئيسية والركائز الأساسية لموضوع حكومة الإنترنت، موضوع بناء القدرات
على كل المستويات، المستوى التمهيدي الفاونديشن، الناس تحرفوا على حكومة الإنترنت من كل الجوانب بتاعته، السياساتية والتقنية والاقتصادية. الموضوع حركة الإنترنت ذاتها كانت إنترنت بروتوكول V4 والترانزيشن لـ IP6 ثم الإنترنت of Things والIP6 IoT based network. كيف نقدر يعني احنا نخلي النتورك بتاعتنا الانترنت اوف ثينكس هي بيز على الاي في 6؟ ده كجواب على بعض الاسئله. واخيرا وليس اخرا، انا في وجهه نظري ان السودان مهيئ انه يلعب دور مهم جدا في موضوع حكومه الانترنت وفي موضوع الانترنت اوف ثينكس والموضوع الاصدار الصادر بتكون الانترنت. واختيار السودان كمركز إقليمي أو اختيار السودان ليستضيف مركز إقليمي تدريبي للإصدار الصادر بتكون إنترنت وإنترنت الأشياء لم يأتي من فراغ، أتى من وجود بنية مناسبة تمكنه أنه هو يلعب هذا الدور المهم والهام يعني في المنطقة العربية والمنطقة الأفريقية. وأتوقع إن شاء الله أو أتمنى إن شاء الله الجلسات القادمة تكون أكثر تفصيلاً، تركز على كل جانب من الجوانب التي تهم أو تلي موضوع حكومة الإنترنت. شكراً أنور وأعتذر على الإطالة. يديك العافية. نحن دارين منكم يا أخي تدريب للشباب في موضوع الإنترنت of Things وأي حاجة ممكن الناس تلقاها من الاتحاد الدولي للاتصالات تجاه الشباب والبلاتفورم بتاعتنا في الباحثين السودانيين في الخدمة طوال يعني. إن شاء الله ما في مشكلة، بصورة رسمية نحن ممكن نعمل لكم جلسة تدريبية حول كل المجالات اللي بيقوم بها الاتحاد الاتصالات الآن أركب طاقية الاي تي يو وإن شاء الله في كل المجالات المتعلقة بمجال الاتصالات including internet governance، لأنه المانديت في المانديت الاي تي يو الاتحاد الاتصالات internet governance يتعلق برضو يعني لو وديت بس فكرة سريعة كده ما هو الاي تي يو عشان الشباب برضو يكونوا عارفين. الاتحاد الاتصالات هو واحدة وكالات منظمة الأمم المتحدة، وكالة متخصصة فيما يلي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. هو منشأ قبل إنشاء الأمم المتحدة في العام 2015، احتفلنا بالعام 150 لإنشاء المنظمة. لديه ثلاثة قطاعات: قطاع التقييس، قطاع التنمية، قطاع الراديو. لديه مكاتب إقليمية، واحد منهم مكتب الإقليم العربي الموجود في المنطقة الموجود في القاهرة، لا حاليا موجود فيه شخص ضعيف. اشتغل في مجموعة من المجالات يسمى مجالات ذات الأولوية، لكن هو واحد من المنظمات ممكن نسميها عليها membership driven organization، بمعنى أنها الدول هي يعني تدير ال يعني ممكن نسميها governance للمنظمة عبر الدول، بمعنى هي تساهم في المخرجات حديث الاتصالات، سواء كانت قرارات سواء كانت توصيات سواء كانت مبادرات سواء كانت مشاريع. أكثر جزء نركز عليه بصورة أكثر فاعلية في مجال التوصيات وتطويرها المتعلقة بالتقييس، تطوير التكنولوجيا المعلومات والاتصالات متعلقة specifically جزئياً متعلقة بالبيئة التمكينية اللي هي policy regulation ودعم الأطر التنظيمية في هذا الإطار، كذلك بناء القدرات وتنفيذ بعض المشاريع التقنية. بس بناء القدرات ده احنا حنكنكش فيكم، حنمسككم قوي جدا. شكرا جزيلا لك يا باشمهندس، يعني سعيدين جدا بالإضاءة، والشباب اللي قاعدين هنا كل الشباب الصغار اليافعين تمسكوا في باشمهندس مصطفى ده قوي، لأنه هو ومعه عم مسامي برضو ديل سنايركم وبيوصلوكم قدام إن شاء الله في مجالات الـ ICT، وبرضو في من المشرفين والباحثين السودانيين في تامر وفي مصطفى وفي عدد من الشباب وإبراهيم موسى من الشباب في المجال ممكن يساعدوا برضو. طيب دكتور سامي، الباكجراوند شوية عاملة هنا كده، قلت لك أيوة معك. نعم، شنو الway forward يعني بالموضوع بتاع governance بتاع الانترنت ده؟ هل الناس ممكن تعمل فيه كارير؟ هل هو بس عشان نفهمه كده كحاجة عامة؟ هل حاجة ممكن نستفيد منها نحن في أكل عيشنا؟ شنو الانترنت governance ليه مهم؟ تمام، أكيد هو كارير، يعني الحكاية ما فولنتير بس، الحكاية أكيد يعني هو شغل وانت بتنجز في حاجة فأكيد بتلقى فيها تعويض كويس في السودان طبعا على مستوى العالم. يبقى الحياة الكويسة إنه أنت ممكن تكون قاعد في أي مكان
ويعني شغال مع المنظمات دي في تطوير الانترنت، تطوير نفسك، واكيد فيها يعني كومبنسيشن كويس بيجيك من الشغل بتاعك ده. لكن طبعا في الاول المفروض يعني تقدر تفهم اللغه اللي بتكلموا بيها. لما تمشي لك لفورم ولا منتدى ولا كده ما بيستحملوا انه يعني يقعدوا يشرحوا لك، وهم عاوزين عندهم يعني اجتماعين في السنه، اجتماع مدته يوم او يومين، فعاوزين خلاصه الخلاصه ان ناقشوها خلال السنه، فما بيستحملوا يجوا عشان يعلموا. فانت تتعلم، شارك في الميلينج ليست، وشارك فيرشوال في الاجتماعات بتاع بعد ذلك. لما تيجي تقول راي، بتقول راي كونكريت، ما 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 بتبدا يعني جاي عشان تتعلم اول مره، مع انه في فرص تعليميه زي ما قال مصطفى بيقدمها الاي تي يو، كل المؤسسات اكيد فيها اجزاءات تعليميه، لكن بعد ذلك لما فعلا شغل حقيقي واحد يعني يقدروا يستفيد من الكونتريبيوشن بتاعه، ما يجي انه يجي يعلمهم في الاجتماع. زي ما قلت كبير، عاوز يعني في نختم لو خلاص ما في اسئله. سؤال اخير، عرفنا انه الانترنت ما عنده سيد، ما في زول بيقول والله انا ده الحاكم الانترنت ولا كده. منو سيد البيانات؟ طيب هو owns the data؟ ما في، برضه نحن اي حاجه عاوز تكتبها بتخش في اي موقع، ممكن تعمل بلوك او ممكن تعمل لك انت موقع تكتب فيه اي حاجه دايره. ودي واحده من المشاكل اللي ما كل الكلام مكتوب في الانترنت يعني صحيح او مدقق او كده، فاي زول ممكن يخش في اي مكان، ممكن يكتب يعني اي حاجه، فما في مالك. بتبقى بعد ذاك في انه في 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 جهات او في شركات ممكن بعد ذاك توجه البيانات دي. يعني مثلا السيرش انجن زي جوجل وكده، في السيرش اكيد انت ما حد يعني لما تفتش لك عن منتج ولا عن خبر ولا عن حاجه، ما حتشوف الاوز الطويله في كلمه جوجل اللي هو على الصفحات اللي فيها النتائج. حتشوف بالكثير الصفحه الاولى، في الصفحه الاولى اول ثلاثه يعني لينكات حتجيك. لو انت خلاص عاوز تشوف الموضوع حتشوف الصفحه الاولى والثانيه والثالثه، لكن ما في زول بيمشي بعد الصفحه الثالثه يعني مهما كان الموضوع هو فتش فيه والموضوع مهم او كده. فالسيرش انجن ممكن بعد ذاك يعني تدير التوجه بتاع انه نقل البيانات ونقل الاخبار ونقل كده. وحاليا في حتى في جوجل بيكتبوا لك في الاول يعني اول ثلاث حاجات بتجي انه دي مال دمال سيرش جابه لك، دي جابت لك الادفرتايزمنت اللي هم الجهات اللي دفعت قروش لجوجل عشان تكون تحطها في التوب. فالسيرش انجن ممكن توجه الحصول على البيانات، لكن البيانات في نفسها اللي هي موجوده ما في واحد بيقدر يمنع اي حاجه تكون موجوده على شبكه الانترنت. تمام. في انا يعني كنت بس بعمل لي في تجربه كده عشان بس تو بروف البوينت اللي سالت منها، في موقع ما اعرف الشباب لو بيعرفوه ولا لا، لكن اسمه الانترنت اركايف، وده هو ارشيف الانترنت. يعني ده الماكينه دي، الماشين دي بتاخد لقطه يعني سكرين شوت كده من الموقع، كل الموقع بتاعك في اوقات مختلفه، وبتكون دي هي الارشيف الرقمي بتاع اي موقع. يعني اي موقع لو عايز تعرفه من اول يوم بدا لحد الوضع بتاعه هسه لو هو شغال ولا كده. فانا هسه دخلت موقع working.com ده لانه كان سنه 2000 موجود، في سنة 2000-2001 ما قادر انا القى منه يعني سناب شوتس كده، في سناب شوت هنا ده. المهم فالحي ده انا ما الموقع ده انتهى، انا ما عندي ما بملكه، لكن ستيل البيانات دي موجودة في حتة ما، شايف ده الموقع اللي كان موجود سنة 2001. ففي زول تاني يملك البيانات يا سامي، ما انا مالكها، رغم انه انا ده اللي عملت الحاجه دي، لكن هسه I'm no longer the owner والكنترولر بتاع الحاجه دي. القانون بتاع ده يعني the right to be forgotten ما بيقدر يحلني من القصه دي، بيقدر يحلني من السيرش انجن. سمش اقول لهم يا اخواننا زيروا اللينك اللي بيربط unworking.com ده لانورد بع الله، لكن الانترنت اركايف دي روبوستري قاعده فيه الحاجات وما في زول عنده فيها اسمه شنو. سؤال ثاني، Who owns the data؟ يعني بعد ما طلعت مني من الراوتر من السويتش للمعرف شنو دخلت الانترنت ده، قاعدة في داتا سنتر بتاع الـ NSA في يوتا ولا قاعدة في حتة ما، أنا
ما بملكها، قاعده في اي داتا سنتر كبير بيعملوا لها اناليتكس وكده، يطلعوا منها يعملوا لها داتا مايننج الى اخره. طيب لما نقول السؤال الاول والسؤال ده تقريبا، يعني لما نقول بتملك البيانات، البيانات دي حتى هي لو موجوده في ريبوزيتوري حاليا عين اي جهه موجوده باسمك، يعني انت انور عملتها في 2000 ولا 2001 او كده، فهي موجوده باسمك، فما عملوا لها جاي، يعني في النهايه هي البيانات بتاعتك انت قررت في الوقت ذاك انه تنشرها. طيب حاليا الناس بتفكر انه انا قررت في 2000 انشرها، لكن جيت قررت في 2020 انه خلاص ما عايز انشرها ثاني، عاوز امسح التسجيل ده. فعشان كده قلنا انه الجي دي بي، الجي دي بي ار فيه فقره انه لو عندك اي معلومات موجوده في اي مكان ممكن رسميا تطلب انه المعلومات دي انت المالك بتاعها. انا لسه مصر انه انت المالك بتاعها، هي مخزنه هناك لكن انت مالكها، ممكن تطلب رسميا انه المعلومات دي تحذف. حاليا حاول نعمل التجربه دي، ارسل ايميل للجهه دي اقول لهم في سناب شوت معموله في موقع وباسمي انا والموقع ده حقي انا، احذف البيانات دي من عندكم. حذفوها كان بها، ما حذفوها هترسل للجي دي بي ار. وشفت الغرامات صح؟ يعني عندهم غرامات وصلت يمكن كم، اخذت واحده 3 ولا 3.5 مليون حاليا، يعني في جهات غرامات. فاقول لهم امسحوها، ما مسحوها ارسل للجي دي بي ار واشوف بعد ذاك الغرامه، ما عرفت تجيك ولا تمشي الاتحاد الاوروبي، لكن ستيل في القانون فيه. اوكي تمام، دي بس عشان ندي الشباب برضو يعني فرصه يفهموا انه والله في حتات ممكن تمشي وتشتكي، يعني وفي كثير من القوانين بتاعت الملكيه الفكريه اللي بيقولوا على الكروس بوردر جوريزديكشن، انه والله لو تتعدد لك على ملكيه بتاع الزول ما تقول والله انا قاعد في السودان وقاعد في امريكا وعادي ممكن اجازف الحياه بتاعته، لا الزول ده ممكن يلحقك بالقانون ويجيبك، لانه في governance في حياه كثيره ممكن تضغط في اكثر من حته. طيب بما انه ما في سؤال ولا تعليق ولا حاجه، نكتفي بالقدر ده، وعلى امل انه نواصل فيه. يعني ننتقل، عندي كان السلايد الاخير. تفضل طبعا. ايوه نعم تفضل. انا ما ظهر عندي، لازم انزل ال طيب السلايد الاخير زي ما جبال يعني قلنا نوفره للختام. دي مجموعه من المؤسسات عندها يعني مشاريع، المشاريع تكون في شكل منح فردية أو منح لمؤسسات عشان يوفروا يعني شغل له علاقة بالآي سي تي، ممكن تكون ريسيرش أو ممكن تكون مشاريع نفذوها في دولهم أو في دول تانية. طيب اللي استحضرهم اللي هم الآيسوك اللي هو الإنترنت سوسايتي، هي دي المنظمة المسؤولة من إدارة التوب ليفل دومين اللي هو الدوت كوم، المعلومة دي عرفتها الليلة. والدوت كوم طبعا هو أغلى يعني توب ليفل دومين وبدخل قروش كويسه للمنظمه اللي هو الايسوك. فعندها مجموعه من المشاريع والفندز، واحد منهم اللي هو الانترنت سوسايتي فاونديشن، فيا ريت الناس تقدر تخش على الموقع ده انترنت سوسايتي فاونديشن، وعندهم يعني منح كثيره للريسيرشز، هم عاوزينها في مجالات محدده بحددت المجالات، بعد ذاك انت تعمل ريسيرش والريسيرش ده يعني فاندد. عندهم برضه نفس الايسوك عندهم يعني انشيتيف ثانيه اللي هي اسمها المانرز، اللي هي دي بيهتم بالروتينج سكيورتي، وبرضه يعني عندهم فاندز كثيره للفولوشيب لامباسادرز وكده انه يشتغلوا في الموضوع بتاع الروتينج سكيورتي من جهه التدريب، عاوزين مدربين من جهه انه ناس تعمل البوليسيز السياسات للروتينج سكيورتي. الافرينكس عندهم يعني مشاريع كثيره ريسيرش اند ديفلوبمنت، وبيدعموا بيها برضه افراد ومجموعات عشان يعملوا يعني ريسيرش برضه في الموضوع بتاع الاي سي تي والانترنت سكيورتي وكده. في الريسيرش اي سي تي افريكا دي السكوب بتاعهم اوسع شويه، وبيدعموا مشاريع حتى ل يعني حاجات ثانيه، مثلا استخدام الاي سي تي في الزراعه او استخدام الاي سي تي في كده، فعندهم فند لحاجات زي دي. الافريك عنده المشروع اللي هو الفاير، هو فند بيقدم في شكل جوائز وفي شكل جراند عشان تعمل مشاريع لها علاقه بالاي سي تي، او انت عملت مشروع كويس ونجح في منطقتك بتقدم لهم بيدوك جائزه. كايدا واحد من برضه المشاريع
ان هي عاوزين ناس يعملوا ريسيرش الموضوع بتاع البرفورمانس للنتورك روتينج بالبي جي بي وكده. ادونا قبل كده بروب وخدناه في جامعه السودان لكن ما بعد ذاك اتفعل ولا ما اتفعل وما شايف خليتهم. فبرضه فيها يعني بتكتسب علم وما معرفه وفيها برضه فيها يعني قروش مفروض تكون كويسه. الاي كيو طبعا مصطفى فصل فيه في اللي هو السكتر بتاع الديفلوبمنت عندهم مشاريع. معلش اسي زي كايده دي مثلا ناس جامعه الفاشر ممكن يقدموا وياخذوا هوب كده وكلام زي ده. اي واحد عنده كونكشن مع الانترنت ممكن يقدم لكن بعد ذاك ما بتبقى هو جامعه الفاشر وكده. هم اصلا ما بيعرفوا جامعه الفاشر هو بيعرفوا انه انت الايس نمبر الخاشبيه وكم الريسورس بتاعك الخاشبيه وكم والترافيك كم وبعد ذاك بتقدر تعمل قياسات قد وكيف وبتقدر تعمل ريبورتس بشكل انه يفيدهم بعد ذاك الشغل بتاعهم. كل ما تقدر تعمل ريبورت كويسه وكل ما بتقدر تكتشف اخطاء وتحلها انت بالنسبه لهم يعني كونتريبيوتر وبعد ذاك بيقدر يدوك يعني فوند للريسيرش اضافيه او يدوك يعني مهمه معينه مراجعه مثلا الروتين بيرفورمانس في منطقه معينه في اريا معينه حتى ممكن تكون ما جنبك يعني ممكن تكون في حته بعيده. ففي فرص كبيره لكن طبعا الحكايه دايره مقدرات يعني عاليه جدا جدا الموضوع بتاع اداره الترافيك الماشي وكده لكن ما حاجه مستحيله تجي بالتعليم يعني الواحد ركز في نفسه ويشتغل في الموضوع ده لمده سنه واقل اكيد يعني بيصل. انا بديت اشتغل مع الافريك طبعا كفولنتير يعني من 2009 تقريبا وفي الوقت ده طبعا بس بكون ساكت او بشوف في الميلينج ليست او فيديوهات او كده. يمكن اول يعني شغل حقيقي معاهم كان رئاسه لجنه اللي هي لجنه السياسات اللي قلنا يكون فيها تو كوتشرز دي في 2015 يعني اخذت تقريبا كم دي 6 سنين عشان اكون رئيس لجنه في الافريك بعد ذاك لمده 4 سنين. فالموضوع ما صعب ما مستحيل لكن عاوز ديديكيشن يعني تكون مركز معه وفعلا يعني ببني كارير وبني كارير حتى الحاجات اللي ممكن تشارك فيها كبولنتير يعني حتى لو ما كان فيها يعني قروش مباشره طبعا هم يعني بيدوك فهم مثلا لحضور اجتماع بيدوك جزء انه هديك تذكره اللي كده فممكن يغطوا لك جزء من التكاليف لكن بعد ذاك لما انت تكون مشارك مثلا مع الايكان في لجنه معينه زي ما عندنا يعني ناس كتار في الايكان زي محمد بشير وكده فبيكون عندك يعني حاجه دي في السي في لما تجي مشاريع من منظمات زي الاي تي وكده وتكتب انه انا اشتغلت مشروع شبيه لمنظمه كبيره زي الايكان زي الافريك او الرايت وات ايفر فبكون عندك يعني البروفايل بتاعك بيكون اتراكتف اكثر انه يدوك مشروع زي ده مشاريع كبيره يعني قبل كده في دي مجموعه من الناس من افريقيا يمكن من دول ثانيه في افريقيا اتحصلنا على مشروع في 2013 كان 320 ألف دولار في أقل من سنة اللي هو كان عن الـ DNS market في أفريقيا ونشرت الريبورت الأخير طبعا في الوقت ده كنت في جامعة السودان واتكتب إن جامعة السودان واحدة من الجهات المشاركة في الدراسة دي وأنا بالنسبة لي جاتني قروش كويسة بالنسبة للجامعة جاي إنه مشاركة في حاجة زي دي فبتبقى بعد ذلك كده يعني أنت فردا كفرد او كمؤسسه ممكن تقدروا تشاركوا في يعني الناس تشارك في الحاجه دي وفعلا تلقى من وراها عائد معنوي وعائد مادي وبتكون بنيت يعني نفسك وعرفت حاليا الناس بيتكلموا شنو غير واحد كان بيتكلم عن المقررات والجامعات وكده ففعلا في الجامعات ممكن يكونوا بيدرسوك حاجات ما قديمه لكن ما التوبيك الليله يعني حتى لو درسك من كتاب له 4 سنين خلاص 4 سنين في الاي سي تي الموضوع ده يتحلى وانتهى وجات سوليوشن وجات شركات اشتغلت فيه لكن شنو الموضوع لسه الليله الناس بيتكلموا فيه فهذا ما حتلقاه في الجامعة ما حتلقاه أكيد يعني فأكيد حتلقاه لما تمشي تشوف الزول إيش فعلًا شغال فيها يعني مثلاً حالياً الناس بتكلموا عن إنه في الإنترنت روتينج قدرنا نعمل بروتوكولز ووضعنا كويس جداً في إنه نعرف من الأوريجن للترافيك الأوريجن عرفناه تمام لكن في الترافيك دي ماشية في الإنترنت شنو التعديلات اللي حصلت فيها دي لسه فيها نقاش كيف نقدر نضمن إنه التعديلات المفضية يعني أوثنتيكيتد وكده فده يعني open issue الناس بيتناقش فيه وكيف حنقدر يعني نتعامل معه فمعلومه زي دي اكيد ما حتلقاها في جامعه يعني اكيد حتلقاها في المنظمه او في المؤسسه اللي شغاله في فعلا في الموضوع بتاع الانترنت روتينج سكيورتي زي دي واحد من المبادرات اللي هو مبادره مانرز دي. مانرز دي حاليا هي طبعا اشتراكات يعني في ناس بيقولوا احنا عاوزين نشترك في المجموعه دي وبيقدموا
يعني المجهود بتاعه. طبعا نتكلم عن ISPs و IXPs وكده، فبيطلب منه حاجات معينه يعني اعمل لقاح 2 3 4 بتتعمل، بعدك انت بتكون مشارك، بتجيب بعدك يعني رسائل وفعاليات انه يعني اعمل كده افضل، اعمل نصائح وكده. وحاليا الاشتراك مجاني دائما قاعد اقول كده يعني، لكن بعد فتره ما حيبقى مجاني، ما حتبقى المدرسه دي مجانيه، حتبقى بقروش. فعاوزين يعني نحس الاي اس بي اللي عندنا اللي هم الثمانيه والانترنت اكستشينج اللي هو حتبقى التاسعه، ان يا اخوان نخش الموضوع ده. المطلوب منكم حياة بسيطه الليله عشان تخش وتبقوا جزء من الكوميونتي. بعد سنه لما الكوميونتي تزيد حتكون بقروش باشتراكات، فليه نستنى؟ نفس الموضوع في الاي بي في 6. حاليا التوزيع بتاع الاي بي في 6 مجاني، الاي بي في 6 بيفور بقروش، يعني اقل بلوك ممكن يكون ب 4000 دولار او كده. الاي بي في 6 الى الان مجاني. طيب خشوا اطلبوه وهو مجاني، شيلوا عندكم، لانه برضه بعد سنه لما يبقى يعني مطلوب حيبقى بقروش. فعلى حد ما يبقى بقروش حتى تمشي تطلبه، خليه جاهز عندك واشتغل به واستفيد من الحاجه اللي اسمه، وخطط خطط لقدام. اخر واحده هنا اللي هي بتاعت الاي سي تي ديفلوبمنت فند اللي هو من الاي تي يو، ولا من البي دي تي اللي هو الديفلوبمنت سيكتور، ده اللي هو مصطفى موظف فيه. وطبعا تقول موظف دي تواضع، هو مدير كبير يعني، بس ما داير يقول كده عشان ما نشتغل السي في نقول له شغلنا معاك يا مصطفى، مع انه مصطفى طبعا اوفيس ميت في الهيئه لفتره طويله، فهو مدير كبير يعني في القطاع بتاع الديفلوبمنت في الريجن بتاعت العرب ريجن. فالاي سي تي ديفلوبمنت فند دي مشاريع كثيره بيخدم الاي سي تي، ممكن ناس تقدم لها، لكن تقريبا التقديم هنا كمؤسسات ما كافراد، انه يدعم المشاريع. اعتقد كده اعطيت كل اللوجز الموجوده. شكرا جزيلا يا عمر. شكرا جزيلا دكتور سامي، يعني برزنتيشن ممتاز جدا وتغطيه لموضوعات كبيره بلغه يعني بسيطه، وان شاء الله الناس تستفيدوا منها، ونكون على تواصل ان شاء الله في سيمينارات جايه في الموضوع ده او مواضيع اخرى. شكرا لك كثير، وان شاء الله الشباب يكونوا استفادوا. شكرا للشباب اللي تابعونا عبر مجموعه الباحثين السودانيين، والشباب شاركوا معنا هنا في الويبينار. نلتقيكم ان شاء الله في لحظات قادمه. السلام عليكم.